السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بإذن الله نبدأ نتكلم عن السيلكتورز في السي اس اس عموما، يعني في السي اس اس والسي اس اس 3. هنتكلم عن إن شاء الله، أحاول أغطي معظم السيلكتور اللي موجودة في السي اس اس. طبعا لسه في سيلكتور أكيد جديدة هتظهر، لكن أحاول اللي موجودة في السي اس اس والسي اس اس 3 هغطيهم كلهم إن شاء الله بفضل الله في كام فيديو كده بإذن الله. طيب، أول حاجة لازم نفهم يعني إيه سيلكتور. سيلكتور باختصار، لو انت عندك كذا عنصر وانت عايز تعمل سيلكت على عنصر محدد، ازاي تحدده بعينه؟ انت مثلا عندك كذا ديف وعايز تحدد ديف معين بعينه، فلازم تدي له حاجه تقول له السيلكتور ده انا هعمل ليه حاجه معينه. فده باختصار السيلكتور معناه ايه. طيب انا عندي بقى انواع السيلكتور ايه باختصار. انا كاتب هنا اهو اتش 1 سي اس اس سيلكتور، وعامل شويه تنسيقات ليها، عامل البادي باك جراوند ومدي الاتش 1 باك جراوند اسود، والكار بتاعه ابيض، ومدي له ويتس ومدي له مارج نوت عشان يتوسطن في النص، وبادنج 15 واللاين سنتر بالشكل اللي قدامي ده. مجرد تنسيق بس عشان نبدا نشرح السي اس اس سيلكتور. طيب قلنا السيلكتور ليها اربع انواع تندرج تحتيهم كل السيلكتور. طيب ايه الاربع انواع دول؟ هنكتبهم هنا بالتفصيل ممل عشان يبقوا معانا على طول طول الفيديوهات. هقول له السي اس اس سيلكتور دول حوالي اربع، زي ما قلنا اربع انواع. اول نوع معانا حاجه اسمها البيزك سيلكتور، البيزك سيلكتور. تاني نوع معانا حاجه اسمها الطيب، لا قصدي السودو كلاسز سيلكتور. ثالث نوع معانا حاجة اسمها الكومباينيتور سيلكتور. رابع نوع معانا حاجة اسمها برضو السودو إليمنت سيلكتور. نخلي دول كده مثلا، الرقم ده خليها 3 ونخلي دي 2 ونطلعها فوق عشان نخلي السودو مع بعض. تمام جدا جدا، عندي اربع انواع. تحت كل نوع ده في سيلكترات كتير جدا، في سيلكتورز كتير جدا، هنحاول نغطيهم ان شاء الله في السلسله دي بالتفصيل المهم اللي باذن الله. طيب هنشرح في الفيديو ده اول البيزك سيلكتور اللي معانا، ايه هم انواع البيزك سيلكتور، يعني كل واحد دول تحتيه برضو انواع ثانيه. عندنا في البيزك سيلكتور عندنا حاجه اسمها الاي دي سيلكتور، حاجه اسمها الكلاس سيلكتور، حاجه اسمها التايب سيلكتور، حاجة أخيرة اسمها الاتريبيوت سيلكتور. هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الأي دي والكلاس والطيب، طبعًا إحنا عارفينهم بس هراجع عليهم مراجعة سريعة بإذن الله. طيب أول حاجة خالص الأي دي سيلكتور، تيجي في الـ HTML هنعمل مثلًا وليكن 2 ديف، هقول له مثلًا ديف تدي بقى الأي دي سيلكتور اللي هو تقول له أي دي مثلًا وتدي أي اسم معين، وليكن فيرست مثلا ده ديف 1، وتعمل كمان ديف وتسميه ديف 2 مثلا، وتدي اي دي تاني. ما ينفعش يكون زي ما قلنا في درس في الديفرنس، في سلسله الديفرنس، الفرق بين الاي دي والكلاس. طيب ما ينفعش يكون ليه نفس الاي دي، لازم انا اسميه اسم تاني، هقول له مثلا سكند. واجي عايز احدد مثلا الديف الاولاني ده، ازاي بحدد الاي دي في السي اس اس؟ باختصار بكتب علامه الهاش اللي هي شيفت 3 وتقول اسم اللي انت اسم الاي دي اللي انت سميته. احنا سمينا فيرست وسكند، خلاص هنده الفيرست كانك بتنده الفيرست من اتش تي ام ال، وتقول له انت الكلر بتاعك هيكون اللون البرتقالي. هسيف واعمل ريفرش، فعلا لو كبرت شويه اهو تمام، فعلا اول لون بقى لون البرتقالي. يبقى انا حددت اول ديف اللي هو بنده عليه ازاي الاي دي، هاش اسم الاي دي، وتقول له الكلر بتاعك بقى مارجن بادنج كل خصائص السي اس اس اللي احنا عارفينها. طيب عايز انده التاني، بسيطه تقول نفس الكلام هاش وتقول سكند. انا مثلا هدي التاني ده مجرد باك جراوند فقط اللون ال 999 ريفرش، فعلا اداني الباك جراوند للديف التاني. ده حاجه وده حاجه تانيه خالص، لاني حددت بعملت سبيسيفيكيشن، عملت لكل واحد سيلكتور معين بحدده في السي اس اس واديه الخصائص اللي انا عايزها. ده باختصار الاي دي. طيب حلو، الكلاس سيلكتور نفس الكلام، هتيجي هنا مثلا تحدد للديف الاولاني كلاس، او نعمل ديفين تانيين عشان ما يتلخبطش. هعمل ديف اقول له كلاس فيرست واقول ده ديف ويز كلاس ويز عشان ما نتلخبطش،
وكمان واحد هقول برضو ديف ويز كلاس، بس الكلاس هسميه سكند. واجي اشوف بقى ازاي بحدد الكلاس ده كده الاي دي، بنحدد الاي دي سيلكتور. هنعمل هنا الكلاس سيلكتور، الكلاس سيلكتور. بحدد ازاي الكلاس سيلكتور؟ بعلامه الدوت، تقول له دوت كده وتكتب اسم السيلكتور اللي هو الفاليو بتاعت السيلكتور. انا مدي له فاليو اسمها ايه؟ فيرست. خلاص هنده عليه اكتب هنا برضو فيرست واقول له انت الكالر بتاعك هيكون اللون الاخضر. هسيف واعمل ريفرش، فعلا بقى الكالر بتاعه اسمه اللون الاخضر. اللون الاخضر لو جيت عملت انسبكت نيم كده وشفت فعلا ادي الديف اهو واخد كلاس اسمه فيرست، وفي الاتش وفي السي اس اس مدي له كالر اسمه اللون الاخضر بتاعي. يبقى بحدد الكلاس بعلامه الدات. عايز تحدد ثانيه تقول له سكند ويروح يعمل لك على السكند، على انه الديف الثاني هو اللي واخد كلاس السكند، فيروح يعمل الكالر بتاعه اللون الاخضر. تمام جدا جدا، ده باختصار الاي دي والكلاس. طيب ثالث حاجه معانا حاجه اسمها التايب سيلكتور. طيب يعني ايه التايب سيلكتور؟ قال لي التاج نفسها، اسم التاج نفسه. يعني انا عندي هنا عندي ديف وكله ديفات، هعمل مثلا باراجراف اقول له مثلا دي ده باراجراف، انا عندي باراجراف وديف، عايز احدد الديفات، فخلاص قول التايب سيلكتور نفسه اسم الديف يعني، فتقول الديف كده معناه بقول كل الديفات اللي في ال HTML، يعمل لي الكالر بتاعه اللون الاف 50 مثلا، هسيف واعمل ريفرش كله تلون بالاف 50. طيب لاحظت حاجه؟ ده ديف بس ما تلونش بالاف 50 ليه؟ عشان ده انا مدي له اي دي، وعارفين طبعا ان الاي دي اقوى من ال من الديف. اي دي اقوى من اي عنصر عندي. بعيدا عن كده عشان ما يتلخبطش هشيل خالص الاي دي اهو، هشيل خالص الاي دي، هعمل كومنت عليه، كومنت اهو تمام، وهعمل كومنت عند الكلاس عشان ما نتلخبطش، عشان نشرح بس ما نشرحش مين اقوى ومين مش اقوى. سيف واعمل ريفرش كل الديفات فعلا اتلونت عندي. طيب حلو، انا عايز احدد الباراجراف، هقول له الكالر بتاع الباراجراف يكون اللون البرتقالي، هسيف واعمل ريفرش فعلا الباراجراف لون البرتقالي. طب انا عايز الديف والباراجراف، خلاص عادي ادي الباراجراف هنا اهو، خد كوبي واعمل ديف، خلاص يبقى ده هيتلون باللون البرتقالي وده هيتلون باللون البرتقالي. طيب قال لي بدل ما تعمل كده اعملهم جروبنج مع بعض، ده برضو ضمن التايب سيلكتور اللي هو تعمل جروبنج، جروبنج للسيلكتور بما انهم نفس الخصائص اللي انت تكتبها، خلاص اعمل لهم جروبنج وافصل بينهم بكوبا. اسيف واعمل ريفرش نفس الكلام بالظبط. يبقى التايب سيلكتور باختصار عندنا حاجه اسمها العنصر نفسه الاليمنت نفسه، او تعمل جروبنج للسيلكتور يندرج تحت التايب سيلكتور. تمام جدا جدا، يبقى باختصار الفيديو ده كنت يعني اي دي سيلكتور وعملنا مثال وعملنا على الكلاس وشرحنا التايب سيلكتور. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله معانا السيلكتورز وهنتكلم عن الاتريبيوت سيلكتور، تحتيه برضو كام سيلكتور نشرحهم بالتفصيل بإذن الله. طيب الاتريبيوت سيلكتور عبارة عن إيه؟ قال لي أنواعه الأول الأنواع دي، أنا كتبتها عشان بس ما نعطلش وقت الفيديو. دي أنواع الاتريبيوت سيلكتور، هنشرح واحد واحد بالتفصيل ممل بإذن الله. طيب نمسك واحد واحد ونعمل مثال ونفهمه بالتفصيل. اول حاجه خالص الاتريبيوت دي معناها الاتريبيوت نيم، اسم الاتريبيوت يعني، ودي الفاليو بتاعته، الاتريبيوت بيساوي الفاليو. طيب حلو، انا عايز نمسك اول واحد اهو، هقول له اللي هو علامه الاتر دي معناها ايه، الاتريبيوت ده معناه ايه باختصار. هاجي هنا لل HTML وهعمل اي لينك وادي له href مثلا، مش هيودي على حاجه، واديله مثلا تارجت يكون بلانك، واديله مثلا اي اتريبيوت انت عايزه، اكس مثلا بيساوي اي اتريبيوت عادي، ومثلا نقول ده ذا لينك، ونعمل مثلا سبان او نعمل باراجراف، واديله مثلا اتريبيوت اسمه تايتل وليكن اسميه هنا بي، واديله مثلا تارجت برضو تارجت هيساوي مثلا سيلف، وادي له برضو اي اتريبيوت تاني مثلا وليكن لانجوج مثلا بيساوي اي ان مثلا. طيب حلو، انا محدد شويه اتريبيوت في الاي وفي البي اللي مشترك بينهم ايه؟ مفيش حاجه مشتركه، نخلي ده برضو الاندر سكور بلانك بلانك. تمام، هاجي بقى للايه؟ للسي اس اس. اول اتريبيوت معايا او اول سيلكتور معايا حاجه اسمها الاتريبيوت، بكتب كده تفتح الاكواس دي وتكتب اي اسم اتريبيوت،
اي اسم اتريبيوت، وليكن احدد الاتش اف واجي اقول الكلر اللون الاف 50 اللون البرتقالي. دي معناها ايه باختصار؟ معناها ان انا بقول يا صفحه الاتش تي ام ال، هروح لصفحه الاتش تي ام ال هدور هل في عنصر، هل في عنصر انا موجود فيه الاتريبيوت اسمه اتش اف، يروح يدور على عناصر عندي اتش 1 وعندي ايه وعندي بي، يروح يدور هنا هيلاقي فعلا في الايه عنده اتش ريف. خلاص يا عم الحاج لونهوني باللون باللون البرتقالي، هسيف اهو واجي اعمل ريفرش، فعلا لون لي اللينك باللون البرتقالي. انا كاتب باراجراف اكيد ما جابش فيه حاجه، تمام اكتب هنا ذا بي ريفرش، تمام جدا لون لي الديف، لون لي الايه قصدي باللون البرتقالي. ليه؟ لانه فعلا لقى اتريبيوت اسمه اتش ريف. طيب حلو، الاتريبيوت ده معناه الاتريبيوت نيم، انا بنده النيم دلوقتي. حلو، طيب هاجي اقول له مثلا تايتل، يروح لل HTML يدور على عناصر اللي فيها الاتريبيوت اللي اسمه تايتل، يدور يلاقي فعلا في الباراجراف فيها اتريبيوت اسمه تايتل. خلاص يا عم الحاج لون لي الباراجراف بس، ادي ريفرش لون لي الباراجراف باللون البرتقالي. جميل، هدور مثلا على اتريبيوت اسمه التارجت، فيروح يروح لل HTML يدور هل في عناصر عندها الاتريبيوت تارجت؟ اه ده في عنصرين، ايه هم يا عم الحاج؟ قال لي الاي والبي عندهم التارجت اهو، اسم الاتريبيوت تارجت. طيب حلو، اسيف واعمل ريفرش، فعلا الاثنين اتلونوا لانه لقى عند العنصرين دول الاتريبيوت اللي اسمه تارجت. جميل جدا جدا. طب لو جيت قلت له بقى بي قبليها كده، قلت له بي اللي عنده اتريبيوت اسمه تارجت، معناها ايه؟ معناها باختصار شوف لي البي، شوف لي عناصر البي اللي في اتش تي ام ال اللي عندها اتريبيوت اسمه تارجت، يروح يدور. اعمل مثلا بي كمان واشيل التارجت من عنده. انا اسف، واشيل التارجت من عند البي ده بس. يروح يدور عند ال HTML الباراجرافات بس، لان عملت حددت الباراجرافات اهو، يروح يدور يشوف الباراجرافات اللي عندها اتريبيوت اسمه تارجت، يدور الاقي عندي باراجرافين. حلو، اول باراجراف عنده تارجت، الثاني باراجراف مش عنده تارجت. لا يا عم الحاج خلاص انا الون ده بس، لان انا عامل مور سبيسيفيكيشن، قايل الباراجراف اللي انت مديله اتريبيوت اسمه تارجت. حلو، فيلون لي الثاني بس اللي هو الثاني ده، اعمل ريفرش فعلا لون لي ده بس، ده لا عشان مش عنده اتريبيوت اسمه تارجت. جميل الكلام، نفس الكلام انا قلت ايه، هيلون لي بس الايه لان هو ده اللي عنده تارجت، فهيلون لي ده بس. تمام جدا جدا، يبقى ده باختصار اول اتريبيوت معايا. طيب تاني اتريبيوت معايا حاجه اسمها الاتريبيوت بيساوي فاليو، هاجي اعمل هنا كومنت اهو الاتريبيوت بيساوي فاليو، يعني الاتريبيوت نيم نيم بيساوي الفاليو القيمه يعني. طيب انا هشيل ده خلاص او اعمل كومنت عشان لو حد عايز الكود. معناها ايه باختصار؟ معناها نفس الكلام بالظبط، الاتريبيوت مثلا وليكن تايتل هيساوي فاليو بقى وليكن بي كده. معناها ايه؟ معناها روح ل HTML شوف لي كل العناصر، طالما انا ما حددتش اي عنصر، ما حددتش اي عنصر قبليه، شوف لي كل العناصر اللي انت مديها اتريبيوت اسمه تايتل والفاليو بتاعته اسمها بي، يروح يدور هل في اتريبيوت اسمه تايتل؟ اه في فعلا، والفاليو بتاعته بي. اه ده في عندي اثنين باراجراف، خلاص هيلون لي اثنين باراجراف دول، هسيف واعمل ريفرش فعلا هنا اهو. اه انا ما اديتش اي كلر خالص اهو، هدي كلر مثلا اللون الاخضر، اللون الاخضر، هسيف واعمل ريفرش فعلا الاثنين تلونوا باللون الاخضر اهو. طيب حلو، لو جيت قلت له مثلا الاكس بيساوي واي، يروح يدور على اتريبيوت كل العناصر HTML، يدور هل ليها اتريبيوت اسمه اكس والفاليو بتاعته واي، يروح يدور في HTML هيلاقي فعلا الاي، اه الاي ده ليه عنده اتريبيوت اسمه اكس والفاليو بتاعته واي، يسيف ويعمل ريفرش فعلا اتلون اللينك باللون الاخضر. طب لو قلت له مثلا اي فاليو مثلا واي واي مثلا، واسيف واعمل ريفرش، لا هو ما لقاش، هو لا اه في اتريبيوت اسمه اكس، لا عنصر ليه اتريبيوت اسمه اكس اه، بس الفاليو بتاعته مش واي، الفاليو بتاعته مش واي واي، لا فعشان كده مش هينفذ الكود بتاعي. طيب حلو، هنرجعها واي مثلا واجي حد اقول له بي كده، معناها ايه؟ معناها يدور على الباراجرافات كلها اللي في ال HTML اللي ليها اتريبيوت اسمه اكس وكمان الفاليو بتاعته واي، يروح يدور ما يلاقيش، هو لقى فعلا اتريبيوت اسمه اكس وفاليو واي بس مش للايه؟ مش للبي، لا لا للعنصر اللي اسمه ايه. تمام جدا جدا، لو حددت له ايه هينفذ فعلا على الايه. لو حددت له بي وقلت له مثلا انت اي اسم مثلا وليكن اللانجوج هيساوي اي ان،
فيروح يدور على على كل الباراجرافات اللي ليها اتريبيوت اسمه لانجويج، الفاليو بتاعته ايه، هيلاقي فعلا الباراجراف ده والباراجراف ده. تعالوا نشيل الباراجراف ده فينفذ بس على الباراجراف 2، ففعلا هينفذ الباراجراف 2. تمام جدا جدا. يبقى باختصار الاتريبيوت اللي اسمه الاتريبيوت نيم كده، انت بس بتبحث عن كل العناصر اللي عندها اتريبيوت نيم اللي اسمه كذا، اللي انت هتسميه كذا اي اسم بقى. هي نفس هنا نفس الكلام بس بالاضافه للفاليو، الاتريبيوت اللي بيساوي فاليو. عندك ممكن تحدد قبل بقى الاتريبيوت او قبل السيلكتور اسم السيلكتور نفسه، يبقى انت كده بتعمل مورد سبيسيفيكيشن، العنصر كذا اللي ليها اتريبيوت اسمه كذا، وفي الحاله دي العنصر كذا اللي ليها اتريبيوت اسمه كذا والفاليو بتاعته كذا. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله الاتنين سيلكتور الخاصين بالاتريبيوت اللي هما الاتنين دول، ونشرحهم بالتفصيل والفرق بينهم بإذن الله. طيب، واحدة واحدة هاجي أقول الاتريبيوت، وليكن هسميه مثلا كلمة اتريبيوت برضو. هاجي أعمل هنا باختصار شديد جدا، هعمل باراجراف وأديله اتريبيوت اسمه اتر، وأخليه يساوي مثلا كلمة فودي، وأكتب هنا حرف البي. هاجي هنا اعمل ريفرش، تمام ادي البي. طيب حلو الكلام. هاجي اقول الاتريبيوت، اول حاجه دي العلامه دي بتساوي كلمه مثلا فو، تبقى بين تكتبها بين ده او من غيرها عادي. هسيف واعمل ريفرش، مفيش اي حاجه حصلت لان لسه ما اديتش اي حاجه. هقول الكلر مثلا اف 50 ريفرش، اتنفذت. طيب يعني ايه بقى العلامه دي؟ معناها باختصار بقول اي عنصر اتش تي ام ال، ترى ما حددتش لو قلت بي ولا قلت اي حاجه، ليه اتريبيوت اسمه ATTR يبدا ب. العلامه دي معناها start with، اهو start with يبدا ب القيمه اللي اسمها فوق، فيروح يدور هل في عنصر في HTML ليه اتريبيوت اسمه ATTR ويبدا بالفو. فعلا. هسيف واعمل ريفرش، اتنفذت فعلا. طيب حلو. طب لو قلت يبدا بالاف او بس، تمام شغال برضه، ما هو يبدا بالفو بدايه حروفه اف او برضه. طيب حلو الكلام. لو جيت عملت هنا العلامه دي، العلامه الثانيه دي، قال لي برضو معناها ستارت ويز، هسيف واعمل ريفرش، نفس الكلام. طب ايه الفرق يا عم الحاج باختصار شديد جدا بين الاثنين؟ في حاله ان عملت الحاله كده اللي هو يبدا بي، وجيت غيرت هنا مثلا، قلت الفو ده اللي هو مثلا هسميه فو بار مثلا، هسيف واعمل ريفرش، هيشتغل برضو عادي، البدايه برضو كلمه فو. طيب لو عملت باختصار فو والاثنين كاتب يعني فو بار لازقين في بعض، هسيف واعمل ريفرش برده شغال، مش البدايه برده مش دي معناها يبدا بي، برده بادئ بكلمه فو شغال يعني. طيب فل. لو جيت خليت دي فو داش بار وسيفت وعملت ريفرش برده شغال، يبقى في الاربع حالات شغال. طب تعالوا بقى نقارن الاربع حالات دي بالحاجه الثانيه دي. يعني لو عملت دي العلامه دي اللي هي علامه الاور، وجيت اول حاله خالص كنت قرنتها اللي هي فو بس، فهتشتغل تمام شغاله في الاثنين. طيب حلو. لو كتبت فو بار، فو بار بالطريقه دي لازقين في بعض، سيفت عملت ريفرش، لا ما تشتغلش، لان في الحاله دي ما ينفعش، لازم تبدا بفو، لكن دي كده تعتبر انها كلمه فو بار على بعضها، ما يعرفش يترجمها، ده الفرق بينها وبين الثانيه. طيب حلو. لو جيت عملت فو بار داش كده، في الحالة الأولى اللي هي علامة الأند اشتغلت، اللي هي العلامة دي، اللي هي العلامة دي اشتغلت. جيت جربتها في العلامة دي، هجرب أعمل ريفرش، اشتغلت برضه. يبقى في الحالتين شغالين، يعني العلامة دي برضه شغالة في الإيه؟ في العلامة دي. يعني الداش شغالة معاها في الحالتين، سواء ده أو سواء ده. طيب حلو. لو جيت بقى عملت الفو بار، المسافة اللي أنا كنت عاملها في الأول، يعني عملت مسافة كده وسيفت وعملت ريفرش، لا ما تشتغلش. يبقى انا عندي باختصار شديد جدا الاربع حالات، الفو بار اول حاجه الفو خالص شغاله في الاثنين، شغاله في الاثنين. طيب الفو بار قال لي الفو بار شغاله في الحاله اللي هي الاند دي، مش شغاله في دي. طيب حلو. طب الفو بار الفو داش بار قال لي شغاله في الاثنين. طيب حلو. لو الفو مسافه برضو قال لي شغاله في الاند، مش شغاله في الاو. تمام جدا جدا. نيجي بقى نلخص اللي قلناه ده، هكتبهم هنا كده التلخيصين. في حاله العلامه دي لو كتبت الاتر في ال HTML هيساوي الفو، في الحاله دي يعني لو انا كاتب كده هيساوي الفو، وكمان الاتر هيساوي الفو بار عادي اللي هي فو داش بار،
وكمان هيساوي الفوق سواء الاثنين لازقين في بعض او في مسافة في الحالة دي. طيب حلو، في حالة ال or خدت الاربعة دول هم كوبي وهحطهم هنا اهو، شغالة مع ده وشغالة مع ده بس مش شغالين مع الاثنين دول، يعني هشيل الاثنين دول. ده الفرق بينهم باختصار. يبقى الاند دي شغاله مع الفو سواء في كتبت فو او فو بار. انا طبعا انا مسيرش من هنا اهو، عامل على الفو كلمه فو، فشغاله ده وده 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 في علامه الاند. لو كتبت كل دول في الاتش تي ام ال هيشتغل. طيب في علامه الاور لا، مش شغاله مع ده وده بس، الاثنين دول مش شغاله معاه. تمام جدا. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. هنكمل ان شاء الله الاربعه سيلكتور دول بتوع الاتريبيوت تفصيل ممل ان شاء الله، هم سهلين جدا. هنيجي نعمل بس مثال بسيط. هاجي اقول ايه الاتش ريف مثلا، اكتب www.google.com واكتب هنا ذا لينك مثلا، اروح اشوف الشغل بتاعي. تمام، كلمه ذا لينك اهي. هروح بقى للسي اس اس واحده واحده، امسك سيلكتور سيلكتور. اول حاجه خالص هقول الاتش ريف يعني الاتريبيوت اسمه اتش ريف، والعلامه دي العلامه دي قصدي، واكتب هنا كلمه مثلا www، واقول الكالر بتاعه مثلا لون اف 50 واسيف واعمل ريفرش. مفيش حاجه اتنفذت ليه؟ العلامه دي معناها الكلمه دي تكون موجوده بس يكون في مسافات. يعني ايه يكون مسافات؟ يعني انا مثلا اتش ريف مثلا كده، وهعمل كمان www وهعمل ريفرش، ساعتها هيتنفذ. ليه؟ لانه فعلا لقى الكلمه دي وقبليها او بعديها مسافه، يعني يكون كلمه لوحدها، يكون يعني ده الاتش ريف يكون جواه الكلمه دي، يدور في الاتش ريف بتاعتي هل في كلمه www؟ اه، ساعتها هينفذ الكالر، يبقى اللون برتقالي. يبقى العلامه دي معناها بيسيرش في الكلمه، بيسيرش في الاتريبيوت هل في الكلمه دي، هل في الكلمه دي لوحدها مستقله بذاتها. ما ينفعش تكون يعني، ما ينفعش تكون يعني، هو المفروض دي كمان موجوده، لا ما ينفعش تكون مع حاجه ثانيه، لا لازم يكون في مسافه. يعني عملت كده وشلت ال www دي، ساعتها هيتنفذ برده اهو ريفرش، فعلا هيتنفذ، بعمل ريفرش اهو. طيب حلو. طب انت بتقول ليه كده؟ عشان العلامه دي لو جيت عملت بقى الاتريبيوت اللي اسمه ده، لسه هنشرح دي بس تعالوا عشان الفرق بين الاثنين دول. العلامه دي برده نفس الكلام بس فرق بسيط. ايه الفرق بقى؟ لو انا كتبت يعني مفروض اهو شيل ال www دي واسيف واعمل ريفرش، طبعا مش بسيف السي اس اس، هسيف السي اس اس اهو واعمل ريفرش، ريفرش اشتغلت. معنى ال www بالعلامه دي يعني كونتين، يعني العلامه دي معناها كونتين الكلمه، الفاليو اللي انت هتكتبها تكون كونتين، يعني محتوى. يعني ايه؟ يعني في اي مكان، سواء مشتركه مع كلام تاني او مش مشتركه. يعني ال www دي المفروض ضمن اللي هو www.google.com عادي، هو بيسيرش في الاتش ريف كله، لا لا www سواء لوحدها او مع كلمه تانية يشتغل. لكن العلامه اللي هي دي لا، لازم تكون مستقله بذاتها، تكون في مسافه سواء قبلها او بعديها، يعني تكون كلمه لوحدها. يعني لو سيفت وعملت ريفرش هنا هيرجع مش هيشتغل تاني. ليه؟ لانه ما لقاش الكلمه لوحدها، لقاها ضمن حاجه فخلاص ما ينفعش يشتغل. يبقى باختصار العلامه دي معناها يسيرش على الكلمه تبقى مستقله، الفاليو دي تكون مستقله، والعلامه دي معناها كونتين يشمل، يعني سواء مستقله سواء مش. يعني انا كتبت www وشلت دي خالص عادي برضه، يعني سواء مستقله مش مستقله هتشتغل. ريفرش يعني ايه مستقله ومش مستقله؟ مستقله يعني تكون كلمه لوحدها، مش مستقله يعني تكون ضمن محتوى كلام تاني مثلا www USI اي حاجه مثلا، وسيف واعمل ريفرش هتشتغل عادي جدا اهو. انا عامل العلامه دي، دي طبعا مش هتشتغل لانها لازم تكون مستقله، العلامه دي هتشتغل عادي جدا ريفرش. دي معناها الكلمه دي الفاليو اللي مكتوبه هنا تكون موجوده في اي مكان في الاتش ريف، سواء مع كلمه ثانيه سواء لوحدها هتشتغل، او اخليها لوحدها هتشتغل برده ريفرش عادي جدا. تمام جدا جدا. طيب العلامه دي معناها ايه؟ السيلكتور ده بقى لو جيت علامه العلامه دي اللي هي شيفت 4 معناها اند. اند يعني ايه اند؟ يعني الفاليو اللي انت هتكتبها تكون النهايه، يعني مش فاهم حاجه. لو انا رجعت هنا وكتبت www.com وجيت قلت هنا .com وسيفت وعملت ريفرش هيشتغل. ليه؟ لاني بقول روح للـ HTML
شوف اي عنصر ليه اتش ديف بس تكون الفاليو نهايتها ده كلمه دوت كوم. الكلمه اللي انت كاتبها في الفاليو اللي انت اي كلمه انت كاتبها تكون نهايتها الحروف اللي هي سي او ام، فيروح يدور اه فعلا لها الحروف اللي هي سي او ام. طب لو مثلا كتبت اي حاجه هنا اي اس مثلا اللي هي اي حاجه واسيف واعمل ريفرش، لا مش هيشتغل لانه راح دور في الاتش تي ام ال اي عنصر ما حددتش. خلاص انا عايز تحدد باراجراف ايه اللي انت عايزه براحتك، لكن انا بقول كده ما حددتش اي عنصر. الاتش ريف بتاعته تنتهي بالاي اس، الفاليو بتاعته تنتهي بالاي اس، يروح يدور ماليش اي حاجه فخلاص مش هيشتغل. يبقى العلامه دي معناها ينتهي ب. طيب حلو، اخر حاجه معانا اللي هي السلكتور بتاعنا، اي سلكتور عادي. بس معناه ايه بقى كلمه الاي دي باختصار؟ لو انا جيت قلت كده مثلا الاتش ريف هيساوي مثلا كفايه مثلا كلمه كوم واسيف واعمل ريفرش مفيش حاجه حصلت، تمام. هاجي اقول هنا كلمه كوم واسيف واعمل ريفرش، تمام هو راح دور لقى الاتش ريف بتساوي الفاليو اللي اسمها كوم. طيب حلو، لو انا كتبت هنا الاو كابيتال وسيفت وعملت ريفرش هل هتشتغل؟ لا، الحروف حساسه. يعني ايه؟ يعني الاو كابيتال غير الاو سمول. طيب حلو، انا عايز اقول له يا عم الحاج حتى لو او كابيتال او سمول عادي اشتغل برضو، يعني ما تراعيش الحروف كابيتال ولا سمول. بكتب العلامه اللي اسمها اي دي، بعد ما تخلص الكلام بتاعك تكتب حرف الاي. يعني ايه حرف الاي؟ معناه ما تراعيش الحروف، يعني خليها مش كيس سنسيتيف. مش كيس سنسيتيف يعني ايه؟ يعني الحروف الكابيتال هي الحروف سمول. هسيف واعمل ريفرش ساعتها فعلا هتشتغل. ليه؟ لان هي الحرف الاي ده اللي هو ما تخليهاش كيس سنسيتيف. يعني ايه ما تخليهاش كيس سنسيتيف؟ يعني الحرف الكوم ده اللي هو الفاليو اللي اسمها كوم دي سواء كابيتال سواء سمول، يعني سي او ام هنا اهو سي او ام هنا كابيتال اهو، وانا بسيرش عليها بالسمول عادي ريفرش هيشتغل برضه. يعني لو كتبت هنا مثلا حرف الام كابيتال وعملت ريفرش هيشتغل برضه عادي. ليه؟ لان اكن كاتب الكلمه هنا هي الكلمه هنا. ليه؟ عرفت ازاي؟ عشان حرف الاي ده بقول له اما عادي سواء حرف كابيتال سواء حرف سمول اشتغل عادي مع كل السلكتور اللي عندي بقى، سواء علامه الكونتين او علامه الستارت ويز او علامه الاند ويز او علامه برضو الكونتين، بس دي طبعا حرف مستقل، او علامه الستارت هي دي او علامه اليساوي عادي. يبقى معنى كلمه حرف الاي يعني ستارت ويز، قصدي ما تعملش مراعاه للحروف كابيتال او سمول، خلي الاثنين زي بعض. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. بفضل الله خلصنا اول نوع بكل اللي تحتيه الاي دي والكلاس والتايب والاتريبيوت والاتريبيوت سيلكتور بكل الخصائص اللي تحتيه بفضل الله. هنبدا نتكلم في الفيديو ده عن الكومباينيتور سيلكتور. هم اربع انواع برضو، ايه هم بالتفصيل؟ اول نوع عندي حاجه اسمها ديسندنج descendant selector، طبعا مفيش بي selector. تاني واحد معانا حاجه اسمها adjacent sibling selector selector، هاخد ده كوبي نفس الكلام بس هيكون general general sibling selector. واخر واحد معانا حاجه اسمها direct child direct child selector. نعمل مسافه بين كل واحد كده عشان ما يتخبطش. يبقى الكومباينيت سيلكتور هم الاربعه دول. طب ايه الاربعه دول؟ تعالوا بقى نفهمهم بالتفصيل ممل. هم بساط جدا جدا جدا. طيب هنمسك اول واحد خالص اللي هو descending selector، او تقدر تسميه السبيس سيلكتور. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مثلا كاتب هنا ديف جواه عامل باراجراف وقلت الباراجراف ده ذا بي ان ديف، وجيت هنا قلت عملت هنا باراجراف تاني وهنا ذا بي اوت ديف، وجيت عملت ريفرش لقيت ذا بي ان ديف وذا بي اوت ديف. عايز اجيب البي اللي ان ديف ده، البي اللي ان ديف ده فقط، فهقول ايه؟ هقول هات لي البي اللي جوه الديف. كتبت دي ديف مسافه، المسافه دي اسمها ديسندنج سيلكتور. بقول له هات لي اي بي يكون الاب بتاعه هو الديف، واعمل كلر ونتاكد اف 50 اللون البرتقاني ريفرش فعلا لون لي ده بس. ليه؟ لان هو ده الباراجراف اللي في الديف، الباراجراف الثاني بره الديف. طب الاب بتاعه مين الباراجراف ده؟ الاب بتاعه هو البيرنت اللي هو اللي اسمه بادي. تمام جدا. يبقى معنى كلمه المسافه دي اسمها ديسندنج سيلكتور، هات لي كذا اللي جوه كذا اللي جوه كذا، او ساعات بنسميه نستنج، او نقدر نسميه برضو النستنج. طيب
كده انا بقول له هات لي دي اللي جوه الديف، اللي جوه كذا، اللي جوه كذا، اللي جوه كذا. فده حاجه اسمها ديسندنج سيلكتور. طيب تمام جدا. تاني نوع معانا حاجه اسمها الادجسنت، اهو اجيبها من فوق عشان نخلص اهو. طيب دي معناها ايه؟ قال لي السلكتور بتاعها علامه الزائد، السلكتور بتاعها علامه الزائد. طيب يعني ايه بقى بالتفصيل ممل؟ حلو الكلام. هاجي اعمل هنا ديف باراجراف، وهاجي اعمل هنا برضو باراجراف تاني، اقول ذا بي، هكتب كله بقى ذا بي، وهنا برضو خليها ذا بي ان ذا ديف، وهعمل هنا سيكشن مثلا، وهعمل جواه باراجراف برضو ذا بي ان سيكشن مثلا، وهعمل بعد السيكشن باراجراف تاني وهكتب بس اسمه ذا بي، واروح اشوف الشكل بتاعي عندي كام بي. ريفرش تمام، ادي اول واحد، وانا طبعا منفذ حاجه هنا. تمام خلاص هوقف ده، ريفرش تمام، عندي باراجراف 2 3 4 5. حلو، لو جيت قلت الديف زائد بي هو adjacent sibling selector علامه الزائد، كده معناها ايه؟ معناها باختصار بقول له هات لي البي اللي بعد الديف مباشره، لاحظ اللي بعد الديف مباشره، الاخ التالي له مباشره. اروح اعمل ريفرش، هسيب قصدي الاول، اروح اشوف ال HTML الاول، هيروح يدور اي ديف اللي بعديه اللي يعني البي اللي لازق فيه على طول، هيروح يدور لا فعلا البي ده، فينفذ لي على البي ده. ده مثلا هو اللي هسميه، هكتب جنبيه كلمه زائد عشان نعرف. هعمل ريفرش، طيب سايف كده ما عملش اي حاجه، اقول الكلر مثلا اللون الاخضر، هسيف واعمل ريفرش، فعلا هو اللي اتلون اهو، ممكن مش واضح، اف 00 ريفرش، فعلا هو اللي اتلون. يبقى انا معنى كلمه زائد معناها هات لي البي اللي بعد الديف مباشره اللازق فيه. طب لو انا فصلت بينهم باي حاجه وليكن اتش 2 وعملت هنا هيدنج 2، ساعتها هعمل ريفرش مش هيشتغل. ليه؟ لان انت فصلت بينهم، عملت فاصل بينهم، لازم يكون بعديه مباشرة. علامة الزائد يعني adjacent sibling selector بعديه مباشرة لازم يكون لازق فيه، يعني الأخ التالي له مباشرة. هنكتبها كده بالعربي مثلا عشان نثبتها، الأخ التالي له مباشرة. حلو الكلام. طيب هروح للسلكتور اللي بعديه اللي اسمه general، general في هنا تانية ناقصة، وهاجي اقول الديف العلامه دي بقى بي، دي معناها العلامه دي اللي هي لو انا عملتها هنا كده اهو، العلامه دي هي اللي معناها اللي اسمها جنرال سيبلينج سيلكت، وقلت الكلر بتاعه هيكون اللون الاحمر وهشيل ده خالص خلاص، او اعمل كومنت هنا، وقبل ما اكتب اي حاجه هنا اشوف الشكل الاول، هعمل ريفرش، عندي باراجراف، هشيل بقى علامه الزائد خلاص كنا عشان نفهم الوضع، عندي ديف اهو، وبعديه باراجراف، وجواه باراجراف، وجواه وهنا بعديه باراجراف، وفي سيكشن، وفي باراجراف تاني، وفي باراجراف جوه السيكشن. طيب حلو، لو انا جيت عملت كده وقلت الكلر بتاعه اللون الاحمر واسيف واعمل ريفرش، مين اللي اتلون؟ ادي واحد اتنين تلاته. طيب هما فين دول؟ هروح ل HTML، اتلون الديف ده والديف ده والديف ده، دول اسمهم زبيب. طيب معنى ايه بقى العلامه دي؟ باختصار شديد جدا هات لي اخواتك كلهم اللي بيه اللي بعديك. لاحظ كلمه اللي بعديك، يعني هات لي البي كلهم اللي بعد الديف ده. باختصار العلامه دي معناها هات لي كل الجنرال، هات لي كل البي اللي بعد الديف، هات لي كل البي اللي بعد اللي بعد الديف. ففعلا جاب لي كل البي اللي بعد الديف، بس يكونوا اخوات لي، اخوات لي. انت ما هو في بي هنا، لا ما تنفذش، ده مش اخ لي، ده مش اخ لي، ده ابن السكشن، السكشن هو اللي هاخد ديف. لا يبقى كده معناها بقول له بالعربي هكتبها هنا اهو، هات لي كل البي، او مش هات لي كل الباراجرافات الاخوه للديف اللي بعديه، او هات لي كل الباراجرافات اللي يكونوا اخوات للديف ويكونوا بعديه كلهم بقى، بس يكونوا اخوات، ما يكونش جواي عنصر تاني، عشان كده السكشن ما تنفذش. جاب لي ده وده وده، فعلا كل دول اخوات للديف وبعديه. طيب حلو،
لو انا عملت باراجراف فوق كده عشان نتاكد ان الكلمه اللي انا بعديه دي اقول ذا بي، هشوف هل هيتنفذ ولا ريفرش، فعلا ساعتها ما اتنفذ، ماليش دعوه بده، انا هكتب قبل الديف وعملت ريفرش فعلا ما اتنفذ لان ده قبلي، انا بقول ايه اللي بعدي. طيب حلو، اخر خالص سيلكتور معانا حاجه اسمها دايركت تشايلد سيلكتور. هاجي اعمل هنا اهو دايركت تشايلد سيلكتور، العلامه بتاعتي علامه اللي اكبر من، وهاجي خلاص اعمل كومنت على ده، اعمل كومنت على ده عشان ما يتنفسي، وهاجي اقول هنا هات لي الديف العلامه دي بي، معناها ايه؟ هات لي الابناء المباشره للديف ده، الابناء المباشره. يعني ايه الابناء المباشره؟ يعني ابناء الديف. يعني ايه برضو؟ يعني انا اقول كلر هنا مثلا واعمل اف 50 واروح هنا اشوف فين ابناء الديف، هروح يدور اول حاجه على الديف، ادي الديف، هل ليه ابناء اسمه بي؟ اهو فعلا ده ابن مباشر. يعني ايه ابن مش مباشر؟ يعني انا لو عملت كده وعملت مثلا اتش 1 اتش 2 مثلا على سبيل المثال وكتبت جواها بي، واكتب هنا ازاي بي ان اتش 2 اللي هو ان الديف، هل البي ده يكون ابن مباشر للديف؟ لا ده ابن مباشر اتش 2، ده ابن اتش 2 مش ابن الديف، فساعتها مش هيشتغل. يعني لو سيفت وعملت ريفرش ده بس اللي اشتغل اللي هو البي اللي ان ديف، ده يعتبر الدايركت تشايلد لانه فعلا ابن ليه على طول مباشر. يعني لو عملت تاني بي هنا بعد الاتش 2 اه هيشتغل برضه، لكن اللي في الاتش 2 مش هيشتغل لان البي ده ساعتها ابن مباشر للاتش 2. طب البي ده يعتبر ايه للديف؟ الديف يعتبر جده بقى، يعني الديف ده يعتبر جد البي ده لكن مش ابن مباشر ليه، ده ابن الاتش 2 والاتش 2 ده هو ابن الديف، والبي ده والاتش 2 ده والبي ده دول اخوات وابوهم هو الديف. تمام جدا جدا. طيب نقول بقى باختصار الحكايه دي كلها، نطلع فوق اهو الديسندنج سيلكتور معناها السبيس المسافه، يعني هات لي الديف اللي جوه الباراجراف اللي جوه مش عارف ايه وهكذا. الادجسنت سيلكتور علامه الزائد معناها ايه؟ هات لي، يعني انا عملت كده الاي زائد بي، يعني هات لي البي اللي بعد الاي مباشره، هات لي العنصر البي اللي بعد الاي مباشره. طيب حلو، الجنرال سيبلنج سيلكتور عملت ايه؟ والعلامه دي معناها كده البي، معناها هات لي كل البي اللي بعد الاي ويكونوا اخوات، كلمه سيبلنج يعني اخوات. هنا هات لي الاخ البي اللي للاي اللي بعد الاي مباشره، هنا هات لي كل الاخوات البي اللي للاي اللي يكونوا بعديه مش قبليه. طيب حلو، الدايركت تشايلد لو قلت ايه العلامه دي بي، دي معناها الدايركت تشايلد، يعني هات لي الابناء المباشره اللي هي بي ويكون ابوهم هو الاي، زي ما انا عملت كده هات لي كل الباراجرافات اللي هي ابناء مباشره للديف. طيب حلو، لو انا عملت السيلكتور ده على سبيل المثال كده ديف مثلا او سيكشن، سيكشن مثلا نخترع سيلكتور كده كوما مثلا ديف زائد بي اللي هو هيكون جواه الاي. طيب ده معناه ايه لو مسكناه فصصناه واحده واحده؟ اول حاجه خالص الاي اللي يكون دايركت تشايلد للبي، يعني هات لي كل الايهات اللي يكون ابوهم اللي يكون ابوهم البي. طيب حلو، بس يكون دايركت تشايلد يعني ما يكونوش جوه حاجه ثانيه، لازم يكون جوه البي بشكل مباشر. طيب حلو، البي ده بقى يعتبر ايه؟ يعتبر اخ مباشر للديف، يعتبر اخ مباشر للديف اهو عشان علامه الزائد يكون بعديه مباشره يعني. الديف ده يعتبر ايه؟ لازم يكون ابن مباشر للسكشن. تعال نعمل السيلكتور ده في ال HTML، اشيل الليله دي كلها ونعمل القصه دي هنا بالتفصيل. هقول له سكشن لازم يكون جواه ديف بشكل مباشر، والديف ده لازم يكون بعديه الباراجراف، والباراجراف ده لازم يكون جواه ايه؟ href بشكل مباشر، واكتب هنا the link، وهاجي اعمل كده هجرب بقى هل الكلام ده صح؟ هقول الكلر بتاعه اف 50 مثلا واشيل ده خالص وسيف واعمل ريفرش، فعلا اتلون زي اف 50 لان عمل اهو شاف ايه لازم يكون ابن مباشر للباراجراف، يروح يدور اه فعلا اهو الايه ابن مباشر للباراجراف اهو، يعني الايه مش جوه حاجه ثانيه غير الباراجراف، فهو فعلا ابن مباشر ليه. حلو الكلام، هيروح للسي اس اس يكمل، والباراجراف ده لازم يكون اخ مباشر لازق تماما في الديف، يروح يشوف اه فعلا الباراجراف اهو لازق فعلا في الديف بعديه مباشره، الاخ الثاني له مباشره. حلو الكلام، هروح للسي اس اس اكمل، والديف ده لازم يكون ابن مباشر للسكشن، يروح يشوف هل فعلا الديف ده
ابن مباشر للسكشن. اه فعلا هو ابن مباشر للسكشن اهو، بما انه جواه على طول مش جوه حاجه تانية، يعني الديف ده مش جوه سكشن جوه سكشن، لا هو جوه سكشن بشكل مباشر. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد والي واصحابه اجمعين. ان شاء الله بفضل الله خلصنا رقم 1 و2، هنيجي نخش بقى في رقم 3، حاجه اسمها السودو كلاس سيلكتور. دول مجموعه من السيلكتور كتير كتير كتير، هنشرحهم كلهم ان شاء الله بالتفصيل ممل في كام فيديو باذن الله. هنمسك اول سيلكتور فيهم النهارده، حاجه اسمها سيلكتور الاني، نكتبه اهو تمام الاني. طيب ده سيلكتور عندنا معناه ايه باختصار شديد جدا؟ قبل ما اقول معناه ايه، هنيجي نعمل مثال هنا. هقول له مثلا سيكشن، سيكشن هيكون جواه اتش 2 مثلا، واكتب اتش 2 ان سيكشن، وهاجي اعمل تاج المين، ده كلها تاجات اتش تي ام ال 5 شرحناها في كورس بفضل الله اللي موجود في القناه. هقول برضو اتش 2 ان مين، واعمل كمان تاج اقول مثلا ال ارتكل، واقول اخر اتش 2 اتش 2 ان ارتكل، واروح اشوف الصفحه بتاعتي، اعمل ريفرش. تمام جدا جدا. عايز بقى فرضنا ان انا عندي اتش 2 كتير في الموقع ده، وانا عايز احدد بس الاتش 2 اللي في السكشن والاتش 2 اللي في المين والاتش 2 اللي في الارتكل. هكتب ايه ببساطه؟ هاجي اقول السكشن هات لي منه الاتش 2، وكمان هات لي من المين الاتش 2، وكمان هات لي من الارتكل الاتش 2، ولونهم لي يا عم الحاج باللون الاحمر. هسيف واعمل ريفرش. تمام جدا جدا. طيب بدل ما انا بقى اقعد اكرر اقول سيكشن اتش 2 ومين اتش 2 وارتكل اتش 2، عايز اقول اي اتش 2 موجود فيه، اي اتش 2 موجود في الارتكل والمين والسيكشن، استخدم السيلكتور اللي اسمه ايه. طيب بيكتب ازاي؟ قال لي بتكتب ما تنساش علامات، تكتب العلامه دي وما ننساش الويب كيت والموزيلا طبعا، الويب كيت وتكتب كلمه اني، وتفتح الاكواس دي تقول له بقى اسم التاجات اللي انت عايزها. احنا عايزين عندنا ارتكل وعندنا مين وعندنا سيكشن. بعد ما تخرج من الكوست تكتب على السيلكتور اللي انت عايز تلون كده، انت بتقول له اي اتش 2 اني اتش 2 موجود فيه السكشن والمين والارتكل، يعمل ايه؟ يعمل لي الكلر بتاعه اللون الاحمر اللي كان من شويه. اسيف واعمل ريفرش. نفس الكلام بالظبط، اعمل ريفرش اهو نفس الكلام، يعني اشيل اللون عشان اتاكد اهو، اعمل ريفرش مفيش اي لون، هرجع اللون اسيف واعمل ريفرش، فعلا يتلون بالاحمر نفس الكلام اللي انا كنت كاتبه من شويه. يبقى انا بقول اي اتش 2 موجود في السكشن او المين او الارتكل يلونه لي باللون الاحمر ده. نفس الكلام ما انساش الموزيلا. يبقى ده سيلكتور بتقول معناه اي تاج هنا انت كتبته موجود في التاجات دي. طب انت عايز سكشن بعينه خلاص، زود كلاس بقى عادي جدا. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد والي واصحابه اجمعين. ان شاء الله هنكمل السيلكتور اللي موجوده في السودو كلاس سيلكتور، وهناخد النهارده 4 سيلكتور، حاجه اسمها ال تشيكد، وحاجه اسمها ال ديسيبلد، وحاجة اسمها الـ empty، وحاجة اسمها الـ enabled. كل معظم السيلكتور دول خاصين بالفورم. هنيجي نعمل هنا فورم ونديها input، هقول فورم واعمل مجرد فيها input بس واحد صغير كده، الطيب بتاعه هيكون تكست وشكرا على كده. هعمل refresh، ادي الفورم بتاعتي، ممكن نبعده. هنعمل هنا br. تمام جدا جدا، ادي الفورم بتاعي. كنا دي معظمهم، يعني انا لو جيت قلت هنا حاجه اسمها، يعني هعمل كمان انبوت واقول له الطيب بتاعه وليكن مثلا التشيك بوكس، واكتب هنا كلمه مثلا ميل مثلا، واعمل ريفرش، ادي التشيك بوكس وادي الانبوت الطيب بتاعي. اول حاجه خالص عندي حاجه اسمها التشيك، يعني تشيك لما انت بتعمل اختار، يعني بعد ما تختار في الانبوت ده ايه اللي يحصل؟ يحصل حاجه معينه. هتيجي تقول له كده تشيكد، تقول له ايه مثلا؟ الكلر بتاع اي انبوت انت عملته تشيكد، مثلا اللون الاف 50. هعمل ريفرش وادوس تشيكد. انا شكلي كاتبها غلط. تمام هي تشيكد فعلا. ممكن مثلا نكتب ويتس
هزود مثلا الويدث وليكن 150 بكسل، هسيف واعمل ريفرش. تمام جدا. يبقى انا بقول له اي انبوت انت عملت له تشيك الويدث بتاعه 150. حلو الكلام. ممكن بقى تقول له انبوت، يبقى انا كده حددت فعلا الانبوت بتاع او اي عنصر انت تعمل له تشيك. طيب حلو. يبقى التشيك باختصار بتقول له لما اجي اعمل تشيك للعنصر يحصل حاجه معينه، ويتس بقى، باك جراوند، اي حاجه انت عايزها. طيب حلو، يبقى ده اول حاجه للتشيك. لو انا جيت كتبت هنا كلمه مثلا في الانبوت ده disabled، لو جيت كتبتها اهو disabled وسيفته وعملت ريفرش، بل يعني ايه disable؟ يعني ما ينفعش اكتب فيه. هاجي هنا اقول اي انبوت انت مديله الخاصيه اللي اسمها disable دي يعمل لي الباك جراوند بتاعته مثلا اي لون معين، اف 50 اللي هو اللون البرتقالي، فعمل لي فعلا اللون بتاع اللي هو الانبوت الديسيبل ده اللون البرتقالي. لو انا عملت انبوت جديد وشلت منه الديسيبل وعملت ريفرش فمش هيعمل لي ده. ليه؟ لان ده من انا مش مديله اتريبيوت اسمه ايه؟ ديسيبل. لا، الاتريبيوت او العنصر اللي انت مديله اتريبيوت اسمه ديسيبل خلاص هينفذ عليه. يعني ايه ديسيبل؟ يعني انبوت ما تقدرش تكتب فيه حاجه. تمام جدا جدا. نيجي على الانيبلد، يعني عكس الديسيبل انيبل. لو سيفت دي وعملت ريفرش، قصدي لو عملت كوبي بيست وكتبت هنا انيبلد الباك جراوند اللون الاخضر وسيف واعمل ريفرش، ايه اللي حصل؟ الانيبل معناها تقدر تكتب فيه اي انبوت تقدر تكتب فيه، مش ده اقدر اكتب فيه اهو، هكتب فيه اهو، لكن هنا اجي هنا عمال ادوس بالماوس واكتب مفيش حاجه. يبقى الانبوت اللي انت تقدر تكتب فيه معناها كلمه انيبل. انبوت انيبلد اي انبوت تقدر تكتب فيه اعمل الباك جراوند بتاعته خضراء، اي انبوت ما تقدرش تكتب فيه اعمل الباك جراوند بتاعته لونها البرتقالي ده. تمام جدا. اخر حاجه معانا حاجه اسمها الامبتي. يعني على سبيل المثال لو جيت عملت باراجراف وسبته كده ما جابش اي في اي عنصر، كده معناها الباراجراف ده فاضي خلاص. هروح كده اتاكد، هقول له الباراجراف، اي باراجراف اتنين كولم امبتي، اي باراجراف فاضي تمام ما فيهوش اي عنصر ولا اي حاجه، يعني تاج التاج البدايه لازقه في تاج النهايه، اعمل لي مثلا ويتس لي 100 بكسل وهاي مثلا 50 بكسل وادي له باك جراوند اللون الاسود. هسيف واعمل ريفرش، انا اسف، هروح اهو هعمل زيرو، هعمل ريفرش فعلا اهو. بما انه انبوت، بما انه باراجراف فاضي، يعني ايه فاضي؟ يعني ما فيهوش اي حاجه، حتى ما فيهوش سبيس كمان. يعني ايه؟ يعني لو عملت هنا مسافه، عملت مسافه كده بقى في كده ما بقاش فاضي. ليه؟ لان سبيس تعتبر كاركتر. سيفت عملت ريفريش، هل هيتنفذ؟ لا، اتشال حتى. ليه؟ لان في مسافه، المسافه دي يعتبر كده بقى في حاجه ما بقاش فاضي. فاضي يعني التاج البدايه مقفوله في تاج النهايه، ما يكونش في اي سبيس حتى. اسيف اهو، اسيف واعمل ريفرش، فعلا رجع تاني لانه ساعتها تشيك وعمل اه ده فعلا الباراجراف ده فاضي. اي عنصر بقى تشوفه فاضي اعمل الباك جراوند بتاعته. يبقى باختصار ايه التشيك؟ لما تيجي تعمل تشيك على عنصر يحصل حاجه، زي ما عملنا الانبوت تشيك حصل حاجه الويتس بتاعه. الديسيبلد يعني اي عنصر ما تقدرش، اي انبوت ما تقدرش تكتب فيه. اي عنصر الامبتي فاضي يعني ما يكونش فيه حتى مسافه. اي عنصر انيبلد يعني الخصائص دي خاصه بالانبوت اكتر، تقول له اي انبوت انيبلد اي انبوت تقدر تكتب فيه اعمل الباك جراوند بتاعته، اعمل الويتس بتاعه، اعمل لي اي خاصيه. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. هنكمل ان شاء الله، احنا لسه كل ده في رقم 3 السودو كلاس سيلكتور. هنتكلم النهارده عن 3 سيلكتور كلنا بنستخدمهم، بس طبعا زي ما قلت انا بشرح معظم السيلكتور بفضل الله. حاجه اسمها الفوكس، حاجه اسمها الهافر، حاجه اسمها الاكتيف. تمام جدا جدا. نمسك واحد واحد بالتفصيل. هاجي هنا اعمل مجرد لينك اي اتش ريف، مش بيروح على اي حاجه، واكتب هنا كلمه لينك واسيف واعمل ريفرش، ادي كلمه لينك. تمام جدا جدا. هاجي اقول اللينك ده لما اجي اعمل عليه هافر، يعني ايه هافر؟ يعني يجيب الماوس عليه، يشاور بالماوس عليه، يتغير لي الكلر مثلا، يبقى اللون الاف 50 لون البرتقالي. اسيف اهو، اجيب الماوس عليه يتلون لي باللون البرتقالي، اشيل الماوس يرجع لي اللون الاصلي. يبقى هافر معناها يجيب الماوس عليه. طيب حلو، لو جيت غيرته كتبت كلمه اكتف، اكتف كاتبها غلط. اكتف يعني ايه؟ يعني وانت دايس بالماوس
وانت دايس بالماوس على اي سيلكتور اسمه ايه يعمل لي الكالر بتاعه لون اف 50. هعمل ريفرش اهو، هاجي عليه ما يحصلش حاجه وانا دايس بالماوس. انا فعلا دلوقتي كده دايس بالماوس اهو، هشيل الماوس ما يحصلش حاجه، هدوس بالماوس اهو يحصل اللون ده وانا دايس، فاضل دايس عليه. يعني ايدي اهي على الماوس لسه كود على الماوس، لو شلت ايدي من على الماوس ساعتها اللون يتشال تمام جدا. يبقى كلمه اكتف معناها وانت دايس بالماوس. حلو جدا. طيب اخر حاجه الفوكس، معناها الفوكس دوست وشلت خلاص، دوست وشلت. يعني انت بعد ما تدوس وتشيل هيعمل لي الكالر بتاعه اف 50. ريفرش اهو، اكبر، هدوس اهو، انا دوست وشلت ايدي من على الماوس ساعتها ايه اللون بتاعه اف 50. هدوس في اي مكان تاني يرجع اللون تاني. هاجي ادوس، اعمل هدوس عليه واشيل الماوس، يعني مجرد كليك وتشيل الماوس ده الفوكس اللي هو بتحصل في الناف بار. لما تيجي تدوس مثلا على الهوم يبقى اللون الهوم مثلا بلون غير الوان الاباوت والكونتاكت وكده، لما تيجي تدوس على اباوت يبقى ده بلون والتانيين يرجعوا لاصله. نفس الفكره بالظبط عم بالفوكس. باختصار الفوكس لما تيجي تدوس وتشيل هيحصل، لما تيجي تدوس وتشيل الهافر، لما اجي اجيب الماوس الاكتف وانا فاضل دايس على الماوس وانا ايدي على الماوس هيشتغل الاكتف، لما اجيب الماوس الهافر هيشتغل، لما ادوس واشيل الفوكس يشتغل. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله لسه كل ده في السودو كلاس سيلكتور، وهنشرح اتنين سيلكتور مهمين جدا جدا. حاجة اسمها، هنيجي نكتب أهو، حاجة اسمها الإن رينج وحاجة اسمها العكس الإن رينج أوت إن رينج. حاجة اسمها الإن رينج وحاجة اسمها، أنا آسف، أوت أوف رينج، أوت أوف رينج. طيب دول خاصين بالانبوت تمام جدا جدا. هنيجي نعمل مثال ونفهمهم بالتفصيل. هاجي اعمل هنا انبوت، طيب مثلا وليكن نمبر، وهاجي اقول هنا الميني اقل قيمه فيه يكون صفر واعلى قيمه فيه اللي هي الماكس يكون فيه 10 وبس كده. هاجي ده طبعا انبوت بال HTML5 عارفينه كلنا، ريفرش تمام اهو اللي هو يظهر لي العلامات دي. اقصى حاجه فيه يوصل ل 10 واقل حاجه فيه ليه لحد صفر. تقدر انت تكتب بايدك انت 50 مثلا عادي. طيب حلو، يبقى الرينج بتاعه منين لفين؟ من صفر ل 10. الرينج بتاعه من صفر ل 10. حلو جدا جدا. هاجي اقول هنا الانبوت ان رينج، واقول مثلا الباك جراوند بتاعته هتكون باللون الاخضر، هسيف واعمل ريفرش، ساعتها هو فعلا في الرينج. يعني انا اقعد ازود اهو، هو كده كل ده في الرينج، مش هو الرينج بتاعه من 0 ل 10، صح الكلام؟ صح الكلام. فهيبقى الباك جراوند بتاعته خضراء لانه فعلا من الرينج ل 0 ل 10. طيب حلو، لو انا زودت كده كتبت مثلا 100، ايه اللي حصل؟ الباك جراوند اتشالت. ليه؟ لا، لان هل ال 100 دي في الرينج؟ هل ال 100 دي في الرينج من 0 ل 10؟ لا، ساعتها الان رينج ما اشتغلش. يبقى الان رينج معناها انا محدد الانبوت ده من الى، لو هو من الى هيعمل لي صح ويشتغل الان رينج، لو هو مش في الرينج ده ساعتها مش هيشتغل. طيب حلو، يبقى الاوت اوف رينج عكسها. اقول له مثلا الانبوت ده لو اوت اوف رينج يعمل لي الباك جراوند باللون الاحمر، يبقى في خطر كده، كده مش في الرينج بتاعه. هعمل ريفرش، اول حاجه هو عادي من 0 ل 10 في الرينج بتاعه، باي ديفولت هو من 0 ل 10 في الرينج بتاعه. طب لو جيت كتبت بقى 100، ايه اللي حصل؟ اهو اتحول للون الاحمر اهو. ليه؟ لان ما بقاش في الرينج. ما هو لو ما بقاش في الرينج يعني اوت اوف رينج يعمل لي الباك جراوند باللون الاحمر، فعلا عمل لي الباك جراوند باللون الاحمر. لكن لو رجعته ل 10 مثلا، كتبت هنا 10 ساعتها يرجع للون الاخضر عادي. كتبت 100، لا يعمل حاجه كده، في حاجه خطر، يرجع للون الاحمر تاني. يبقى كلمة ان رينج يعني من الى، انا الانبوت بتاعي متحدد من 0 ل 10، خلاص يبقى ده الرينج بتاعه. طالما في الرينج ده يبقى الباك جراوند بتاعتي تبقى خضراء. مش في الرينج ده انت كتبت بقى حاجة أعلى من ال 10، حاجة أقل من الصفر، ساعتها ما يبقاش اللون الأخضر، يبقى اللون الأحمر. لو كتبت سالب 50 مثلا ساعتها اللون برضه أحمر لأن ده أقل من الصفر. أنا عندي من 0 ل 10، يبقى ده الان رينج والأوت أوف رينج. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. لسه مستكملين مع مكملين مع السودو كلاس سيلكتور، وهنشرح النهارده اتنين سيلكتور مهمين جدا جدا برضو، حاجة اسمها الفاليد وحاجة اسمها الانفاليد، سيلكتور وعكسه. طيب حلو،
يعني ايه valid ويعني ايه invalid. valid يعني متاح يعني صحيح، invalid يعني مش متاح مش صحيح. طيب هنفهمها بالتفصيل برضو مع الانبوت. هقول له انبوت الطيب ايميل، طيب الايميل HTML فايلات الايميل يعني، وبس كده هسيف واعمل ريفرش، الاقي الانبوت اللي هو طيب ايميل ده. يعني لازم تكتب ايميل، لو عملت كده لازم الايميل ما يكون موجود اللي هو علامه الات يعني. حلو الكلام. هاجي للسي اس اس هقول له انبوت الانبوت valid. يعني ايه انبوت valid؟ يعني لو انت كتبت ايميل صح يبقى valid، مش هو اللي انت لازم تكتب في الايميل ده ايميل صح عشان يكون valid، ساعتها كده valid. يعمل لي بقى الايه اي مثلا، اقول له باك جراوند مثلا اللون الاخضر، ومثلا يعمل لي بوردر 2 بكسل سوليد لون اسود مثلا. اسيف واعمل ريفرش اهو. بما انه انبوت طيب ايميل هاجي اكتب كده دلوقتي ما يبقاش valid. ليه؟ لا، هل انا كتبت ايميل صح؟ يعني انا هل دلوقتي كاتب ايميل صح؟ لا، اكتب ايميل صح، اكتب مثلا اس ات اس، لازم يكون علامه الاس موجود، علامه الات موجود. فخلاص بما انك كتبت علامه الات يبقى كده ايميل صح، عمل لي الايه ايميل فاليد، يبقى الباك جراوند خضراء والبوردر اسود. تمام جدا جدا جدا. طب لو مش فاليد بقى، يعني انت لو ما جايبش ايميل فاليد، يعني ما كتبتش الايميل يكون في علامه الات، يحصل حاجه ثانيه ليه انفاليد بقى. هكرر ده واقول له الانفاليد اهو انفاليد، وهاجي اكتب هنا مثلا السليكتور اللي اسمه او الباك جراوند تبقى لون احمر، وده مثلا يبقى اللون البرتقاني اف 50. هسيف واعمل ريفرش. هو لحد الان ما كتبتش، هو الطيب بتاعه ايميل يبقى فاليد، ما عملش الديفولت فاليد. لو انا بقى جيت كتبت اي حرف، لا، هل اللي انا كتبته ده دلوقتي فاليد؟ هل ده ايميل؟ لا، لازم يكون طالما هو مش ايميل يبقى الباك جراوند انفاليد. حتى يقول له بليز انكلود علامه الاد، لازم اعمل علامه الاد اهو واكتب اهو، يبقى ساعتها كده فاليد. تمام جدا جدا. يبقى باختصار لو انا شلت خالص اهو الديفولت فاليد، فيعمل لي الباك جراوند بتاعته لون اخضر والبوردر اسود. لو جيت كتبت اي حرف يبقى انا كده كاتب ايميل غلط. لازم يكون صح امتى؟ لما تعمل علامه الاند. في حاله انك كاتب الايميل غلط يبقى كده الايميل انفاليد، يعمل لي الباك جراوند احمر والبوردر لون البرتقالي، مش ظاهر قوي اللون البرتقالي. لو انا عملت مثلا لون زي اللون الازرق اهو، واسيف واعمل ريفرش، هكتب اي حرف فعلا بقى الباك جراوند احمر واللون ازرق، كده في حاجه غلط، كده الايميل انفاليد. لكن لما تيجي تعمل علامه الان تكتب اي حرف تاني ساعتها كده صح، كده الايميل فاليد، يعمل الباك جراوند اخضر والبوردر لون اسود. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم صل على محمد وآله واصحابه اجمعين. هنكمل ان شاء الله لسه في رقم 3 السودو كلاس سيلكتور، وهنتكلم عن اثنين كلاس مهمين جدا، حاجه اسمها النوت، كلاس اللي اسمه نوت، وكلاس تاني حاجه اسمها البليس هولدر داش شون. هنتكلم عنهم بالتفصيل ومين اللي باذن الله. هنيجي نعمل هنا وليكن ثلاث باراجرافات اهو، وهكتب هنا بي ويز كلاس، عندي فلاي كلاس دلوقتي هسميه مثلا فيرست او فيرست، واكتب هنا بي واكتب هنا بي، واسيف واعمل ريفرش. تمام الثلاث باراجرافات اهو، بس اول واحد بكلاس. جميل. هاجي اقول في السي اس اس هات لي كل الباراجرافات اعمل لي الكلر بتاعها لون الاف 50 لون البرتقال. جيت في دماغي قلت عايز ايه؟ عايز كل الباراجرافات ما عدا الباراجراف اللي انا مديله كلاس اسمه ايه؟ اسمه فيرست. يعني انا مثلا مكرر اهو عندي حوالي خمسه باراجراف او سته، دول سته بالظبط، عايز كل الباراجرافات دي ما عدا اول باراجراف ده، ما عدا اللي هو انا مديله كلاس اسمه ايه؟ اسمه فيرست. فاجي اقول ايه؟ هستخدم بقى السيلكتور اللي اسمه نوت ده، اقول له كل الباراجرافات ما عدا الباراجراف اللي انت مديله كلاس اسمه فيرست اهو، ما عدا الباراجراف اللي انت مديله كلاس اسمه فيرست. هسيف واعمل ريفرش، فعلا نفذ على كله وما نفذش على الباراجراف ده. يبقى انت تقدر تستثني حد من الباراجرافات اللي انت عايزها او اي نوع من الكلاسات. تمام جدا. ده باختصار الاتريبيوت اللي اسمه، قصدي السيلكتور اللي اسمه نوت. طيب البليس هولدر شون، من اسمها احنا عارفين البليس هولدر يبقى حاجه خاصه بالانبوت. هاجي اشيل خلاص الباراجراف وهاجي اعمل انبوت وادي له بليس هولدر انبوت. طيب تكست مثلا تكست، واقول له بليس هولدر مثلا تكست هير مثلا اي حاجه تكست هير، واعمل شويه نقط واقفل الانبوت واعمل ريفرش. تمام الانبوت اهو. طيب قال لي البليس هولدر ده هيشتغل في حاله وجود البليس هولدر،
يعني في حاله ان في بليس هولدر موجود ساعتها السيركل ده هيشتغل. طب ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ يعمل حاجه باختصار، هاجي اقول له انبوت البليس هولدر، البليس هولدر اندر سكور او داش شون، واقول له يعمل بوردر 2 بكسل سوليد اللون اللي هو الازرق بقى او الاحمر. هسيف واعمل ريفرش. ايه اللي حصل؟ معناها بقول له في حاله وجود شون، يعني يظهر او ظهور، في حاله وجود او ظهور بليس هولدر للانبوت اعمل لي البوردر بتاعه اللون اللي هو 2 بكسل واللون الاحمر. يعني انا لو شلت البليس هولدر من هنا، شلت البليس هولدر من هنا، ساعتها مش هيشتغل على فكره. هسيف واعمل ريفرش، اهو فعلا ما اشتغلش. معنى كلمه بليس هولدر شون يعني في حاله وجود بليس هولدر للانبوت ده يعمل ايه؟ يعمل لي الباك جراوند بتاع البوردر بتاعه 2 بكسل وسوليد واللون اللي هو اللون الاحمر، والكلر اللون مثلا اللي هو الاف مثلا او اللون الازرق. لاحظوا بقى ايه اللي هيحصل. هسيف واعمل ريفرش، حاجه اكتب كده، حاجه اكتب اي حاجه عادي، اللون المفروض الكلر ده يبقى لون ازرق، قال لي لا. لاحظ بقى كده، هعمل ريفرش، شايفين الكاروزر ده؟ ده لون ازرق. يعني لو انا شلت البوردر ده خالص عشان نلاحظها شويه ريفرش، وجيت عملت اهو، فعلا اللون بتاع الكاروزر ده لون ازرق، مش واضح؟ ماشي اهو، هنعمل لون احمر. هسيف واعمل ريفرش، ركزوا على الكارزر، اكبر اهو، بصوا الكارزر فعلا اللون الاحمر. يبقى في حاله ان انت قلت له كلر بس، يبقى اللون ده بيتطبق على الشكل اللي هو ايه المؤشر ده، بيبقى لون احمر. اي حاجه ثانيه بتطبق على الانبوت بتاعي. يبقى معناها ايه باختصار؟ هاجي اصغر ثاني عشان شكلها بايخ قوي. معناها باختصار في حاله وجود البليس هولدر، في حاله وجود البليس هولدر للانبوت يعمل لي الكلر مثلا، يعمل لي باك جراوند، يعمل لي بوردر ايا كان. يعني لو جيت قلت باك جراوند اللون الاسود، هسيف واعمل ريفرش، فعلا عمل لي الباك جراوند لون اسود. هاجي بقى اكتب كده ايه البليس هولدر اتشال، فخلاص يبقى الخاصيه تتشال على طول، يبقى اللي انت قايله هنا يتشال. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد وآله واصحابه اجمعين. لسه مكملين في رقم 3 لحد ما اخلص، لحد اخلص كل رقم 3 اقول لك دي نهايه رقم 3 باذن الله، عشان مش كل شويه نقعد نقول لسه مكملين في رقم 3. طيب هنشرح سلكتورين مهمين جدا، حاجه اسمها الروت وحاجه اسمها اللانجويج. طيب باختصار الروت معناها اساس الصفحه. طب واساس الصفحه اللي هو يعني التاج اللي شايل كل التاجات، فين التاج اللي شايل كل التاجات في الاتش تي ام ال؟ طلعها فوق تاني، اللي هو الايه؟ الاتش تي ام ال، تاج الاتش تي ام ال، معناها كاني كاتب تاج الاتش تي ام ال بدليل. هاجي اقول له روت وادي باك جراوند، يبقى معناها الاتش تي ام ال كل الاتش تي ام ال يتلون، صفحه الاتش تي ام ال كلها تتلون. اهو اللون الاسود مثلا، هشيل ده واروح للصفحه بتاعتي اعمل ريفرش، فعلا اللون كله بقى لون اسود. هاجي اغير اللون خليه ازرق مثلا، سيف واعمل ريفرش، كله فعلا بقى اللون الازرق. يبقى باختصار الروت تاج او قصدي السلكتور ريسم روت معناها اكني كاتب اتش تي ام ال، سيف واعمل ريفرش نفس الفكره بالظبط. يبقى بدل ما اكتب الاتش تي ام ال بكتب اللي هي الروت، جذر الصفحه، اساس الصفحه يعني اللي هو الاتش تي ام ال. تمام جدا. طيب الاتريبيوت الثاني او السلكتور الثاني اللي اسمه لانجويج، يعني على سبيل المثال لو انا عامل باراجراف ومدي له اتريبيوت اسمه لانجويج، واقول له اللانجويج دي مثلا الاي ان اللي هي الانجليش، وكتبت هنا حرف البي، واسيف واعمل ريفرش، ادي البي عندي اهو. وجيت هنا قلت اي اليمنت انا مدي له اللانجويج بتاعته تكون اي ان، ايه اللي يحصل؟ يعمل لي الكلر بتاعه اللون الاخضر. اسيف واعمل ريفرش، فعلا هيتنفس بقى اللون الاخضر، لانه راح دور هل في اي عنصر عندي مدي له اتريبيوت اسمه اللانجوج والفاليو بتاعته ايه؟ اه موجوده فعلا. طب لو جت مثلا اي ار اللي هي العربي وعملت ريفرش، ساعتها مش هيتنفذ. ليه؟ لان اللانجوج مكتوبه بالانجليزي، لان انا كاتب هنا الفاليو اي ان اللي هي انجلش، لكن هنا كاتب الاي ار اللي هي العربي، فساعتها مش هيشتغل. يبقى باختصار اللانجوج بتحب تشوف اي اتريبيوت عندك مدي له انت القيمه اللي اسمها اي ان او اي ار اللي انت كاتبها هنا، على حسب اللي انت كاتبها في الاتريبيوت بتاعك، سواء مديها للباراجراف، مديها للاتش تي ام ال، مديها لاي عنصر عندك. لو انا ما حددتش كده يبقى كل العناصر، لو انا حددت بقى قلت باراجراف او ايه او كده يبقى انا محدد عنصر باين. السلام عليكم ورحمه الله، ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل برضه السلكتور، وهنشرح اثنين سلكتور بساط برضه.
انا ماشيها 2 2 عشان لما ما انشرحش كله في فيديو واحد او كله في 3 4 فيديوهات عشان هيكون ممل جدا وانا ما بحبش الفيديوهات الطويله. طيب حلو، ايه 2 سيلكتور نشرحهم، حاجه اسمها الريكوايرد الريكوايرد وحاجه اسمها الاوبشنال. دول خاصين برضو بالانبوت. هاجي هنا باختصار هنعمل 2 انبوت، ادي انبوت. طيب مثلا هسميه تكست واقول له ده هيكون ريكوايرد، يعني لازم يتكتب. اي حاجه ريكوايرد يعني مطلوبه، لازم عشان تعمل سبميت للفورم دي لازم تكتب الايه الانبوت ده. واعمل كمان واحد بس مش هكتب جواه ريكوايرد، هسيف واعمل ريفرش. عندي 2 انبوت، ده ريكوايرد وده مش ريكوايرد. طيب نتاكد ازاي؟ هاجي اقول له الانبوت السلكتور اللي اسمه ريكوايرد، الريكوايرد اهو، خدها من هنا عشان ما يكونش اي سبيلنج غلط. ادي ريكوايرد، هقول له الباك جراوند بتاعتك اللون اللي هو اللون الاخضر، هشيل مثلا كده واقول اي عنصر، هعمل ريفرش، ساعتها هتلون بالايه؟ الانبوت ده، مع ان ده انبوت برضه، ما ده اي عنصر، لكن انا قايل ايه؟ ريكوايرد. اي عنصر انت قايل له الاتريبيوت بتاعته ريكوايرد، هيروح فعلا يدور على عناصر لها فعلا انبوت خاص فيه اللي هو انا كاتب فيه كلمه ريكوايرد فعلا، فساعتها الباك جراوند بتاعتي هتبقى فعلا اللون الاخضر. طيب حلو. لو جيت قلت له بقى الحاجه الثانيه دي اللي اسمها اوبشنال، وعملت مثلا او سبت ده زي ما هو كده، اوكي، كتبت يا معظم الشغل على الانبوت، وجيت خدت ده كوبي بيست وقلت له هيبقى اوبشنال، وجيت هنا قلت اللون مثلا هيبقى اللون الاحمر، هسيف واعمل ريفرش، ساعتها ده اتلون باللون الاحمر. يعني ايه اوبشنال؟ يعني مش ريكوايرد. الاوبشنال عكس الريكوايرد، يعني تكتبه ما تكتبوش براحتك، ده حاجه حريه شخصيه، اختياري يعني مش اجباري، لكن الريكوايرد ده اجباري لازم تكتبه. فساعتها انا بقول له اي انبوت ريكوايرد اعمل الباك جراوند لون اخضر، فيروح يدور اه فعلا لا انبوت هنا انت مدي له اتريبيوتس ريكوايرد، فهيلون ده باللون الاخضر. اي انبوت تاني مش مكتوب عليه ريكوايرد يبقى ده اوبشنال، اختياري، عايز تكتبه براحتك، مش عايز تكتبه ما تكتبوش براحتك، عادي جدا. يبقى ده حاجه اسمها الاوبشنال، اوبشن يعني ليك اختياري، فساعتها فعلا يتلون ده اختياري مش قايل له اجباري، فساعتها تلون فعلا باللون الاخضر. ده الفرق بين الريكوايرد وده الفرق بين الاوبشن. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد وآله واصحابه اجمعين. ان شاء الله هنكمل تبع السودو كلاس سيلكتور، نشرح 2 اتريبيوت، حاجه اسمها الريد رايت وحاجه اسمها الريد اونلي بالتفصيل الممل باذن الله. طيب هنيجي نعمل خاصين بالانبوت، هنيجي نعمل هنا 2 انبوت، انبوت تايب تكست وكمان انبوت تاني نفس التايب بس هكتب فيه كلمه ريد اونلي، الاتريبيوت اللي اسمه ريد اونلي، وهكتب في الاثنين فاليو، فاليو مثلا هنا كلمه حمزه مثلا، وهنا برضه فاليو كلمه مثلا هلو، وهسيف وهشوف كده الشكل بتاع ريفرش. تمام جدا، ادي عندي حمزه اهو وعندي هلو. طيب حلو، بس في واحد منهم ريد اونلي اللي هو هلو، يعني ما اقدرش هنا اكتب ولا اعمل اي حاجه، عمال اكتب اهو مفيش اي حاجه عشان هو ريد اونلي للقراءه فقط. طيب حلو، هاجي هنا في السي اس اس هقول له الانبوت اللي من نوع ريد اونلي، الباك جراوند بتاعته مثلا اللون الاحمر، هعمل مثلا كده تمام اللون الاحمر، هو ريفرش. تمام جدا، هو فهم، لان بقول هنا ايه، اي انبوت انت مديله الاتريبيوت اللي اسمه ريد اونلي، روح في ال HTML يدور هل في اتريبيوت اسمه ريد اونلي؟ اه اهو خلاص، اعمل الباك جراوند بتاعته حمراء. طيب حلو، هاجي بقى على العكس تماما هقول له الانبوت اللي هو من نوع ريد رايت يعمل لي الباك جراوند بتاعته اللون الاخضر، هسيف واعمل ريفرش، فعلا عمل لي الاخضر، اللون الاخضر للانبوت الثاني. يعني ايه ريد رايت؟ يعني تقدر تكتب وتقدر تقرا، يعني قرات حمزه واقدر اعدل تاني، تعدل وتكتب او اقدر اشيل واكتب، فدي حاجه اسمها ريد رايت اللي انت تقدر تقرا وتقدر تكتب برضه، لكن هنا بس ريد فقط، ما فيش غير الريد فقط، اجي اعدل ما فيش حاجه تاني، لانه ايه؟ لانه ريد اونلي. يبقى ده الفرق بين الاثنين، الريد رايت تقدر تقرا تقدر تكتب وتقرا، الريد اونلي للقراءه فقط. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. هنكمل ان شاء الله لسه السلكتور معانا، وهنتكلم عن 2 سلكتور، حاجه اسمها التارجت
وحاجه اسمها اليوزر سيلكت. هنقولهم بالتفصيل باذن الله. طيب اول حاجه التارجت معناها باختصار انت عملت حاجه في حاجه تانية اتعملت، عملت حاجه يعني او حاجه بتنده على حاجه. يعني ايه؟ يعني انا هروح كده ال HTML، اكتر مثال يفهمنا الحوار ده هعمل href واعمله مثلا id اسمه link، واكتب هنا كلمه link، واعمل باراجراف واربطه بالid ده. عارفين لما نيجي مثلا بتدوس على حاجه كده مثلا اكتب الاول id بيساوي link، id بيساوي link. طيب هنا اهو، واكتب هنا البي وهقفل البي. عارفين فكره اللي هي لما انت مثلا تعمل اللينكات بتاعتك الناف بار، ولما تيجي تدوس مثلا على الهوم يجي لك على جزئيه الهوم والاباوت تيجي على جزئيه الاباوت، هي نفس الكلام بالظبط. انت بتقول لما اجي تدوس على كلمه لينك يروح للباراجراف ده لانه مربوطين ببعض، هنا الاتش ريف بتاعه هاش لينك، فهو يروح يدور هل في اي دي اسمه لينك؟ اه، فيروح عليه. ده باختصار التارجت. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخفي الباراجراف ده، ولما اجي ادوس على اللينك يظهر لي الباراجراف. هعملها ازاي؟ باختصار هاجي اقول الباراجراف انت الديسبلاي بتاعك نان، الديسبلاي بتاعك نان، فيختفي الباراجراف او اختفى الباراجراف مش موجود. عايز بقى لما انت تيجي تدوس على اللينك اي حاجه يحصل لها تارجت، مش انت بتعمل لما تدوس على اللينك يحصل تارجت للبي، ان اي حاجه ثانيه تحصل للبي، هنا نفس الكلام هقول له بقى اي حاجه يحصل لها تارجت اعمل لها ديسبلاي بلوك. يعني باختصار لما اجي ادوس على اللينك ده يظهر لي الديف او ريفرش اهو، طبعا انا ما دوستش هشيل اهو خالص، هاجي ادوس اهو هيظهر لي الدف. يبقى انت باختصار بتقول لما اجي اي حاجه يحصل لها تارجت، يعني لما يحصل حاجه يحصل حاجه، دي معناها التارجت. انت عملت ايه؟ دوست على اللينك، فاللينك ده بيودي على حاجه ثانيه اللي هو الباراجراف، فيظهر لي الباراجراف ده. ده باختصار معنى التارجت. طيب جميل جدا جدا. تاني حاجه معانا حاجه اسمها اليوزر سيلكت. انا هسيب الباراجراف خالص، هشيل بقى الاي دي خلاص. اليوزر سيلكت باختصار لو انا كتبت كده كلمه باراجراف وجيت هنا عملت ريفرش، طبعا انا خفي هنا في السي اس اس هشيله خلاص، اسيف واعمل ريفرش الباراجراف. معنى كلمه يوزر سيلكت ان اليوزر يقدر يعمل سيلكت كده، يعمل سيلكت هايلايت على الشغل عندك كله. طيب انت عايز تمنع الحركه دي، عايز اليوزر ما يعملش سيلكت على الباراجراف ده، وليكن مثلا ده اي كلمه مهمه انت عندك مش عايزه يعمل سيلكت عليها، زي فكره مثلا البي دي اف. ممكن انت تيجي تذاكر في بي دي اف، تيجي تعمل مثلا عايز تحدد كلمه معينه مثلا تاخدها كوبي، ما ينفعش تعمل كده. دي بقى حاجه اسمها باختصار حاجه اسمها اليوزر سيلكت. بكتبها ازاي باختصار؟ هتقول له البي ما انساش الويب كيت، الويب كيت والموزيلا وكده، هي دي الويب كيت، وتيجي تقول له اليوزر سيلكت نان، هتيجي تسيف وتعمل ريفرش هك كده على الباراجراف، عمال ادوس اهو، عمال ادوس فعلا والله اهو، جربوها حتى هتلاقي فعلا مش عارف تعمل سيلكت على الباراجراف، لكن تقدر تعمل سيلكت هنا على الهيدنج لان انت مش قايل على الهيدنج مش عايز سيلكت. طيب حلو، عايز مثلا اقول له من غير بقى، يعني مثلا انت عايز تعمل سيلكت بس مجرد كليك، يعني ادوس على الباراجراف يعمل لي سيلكت اوتوماتيك. ازاي؟ عندي نن وعندي اول، اسيف واعمل ريفرش، هتيجي تدوس بس على الباراجراف كده، انا فعلا دوست اهو عمل لي لوحده سيلكت من غير بقى ما ابدا من البدايه كده وحدا، لا انت بس مجرد تدوس يعمل لك سيلكت على الباراجراف. عايز تعمل سيلكت مش عايز تعمل سيلكت، هي من الخاص بيها اليوزر سيلكت، تقول اول او تقول نان، الحاجه اللي انت مش عايزها. انت مثلا لو قلت اول يبقى انت كده مش عايز تعمل اي سيلكت في اي مكان، يعني على الهيدنج اهو انا قايل اول، انا اسف انا عايز نان، هقول له نان واعمل ريفرش هاجي كده على الهيدنج، على عمال اعمل ادوس اهو مفيش حاجه بتحصل، هاجي الباراجراف برده مفيش حاجه بتحصل، لان مانع اي يعمل اي سيلكت على اي محتوى عندي في الصفحه. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو هنبدأ بقى نتكلم عن يعني تقدر تقول السلكتورات المهمة جدا. هما الفيديو من أول فيديو وكام فيديو الجايين، السلكتورات دي مهمين جدا جدا جدا، هتساعدك وهتعمل لك شغل حلو جدا، هتوفر عليك حاجات بقى الكلاسات، تعطي الكلاسات كتير وأي دي هات كتير، لا هتوفر عليك كتير جدا جدا جدا. طيب هنبدأ النهاردة مع اتنين سلكتور، حاجة اسمها الفيرست تشايلد، الفيرست تشايلد وكمان اللاست تشايلد، اللاست تشايلد. طيب دول معناهم ايه باختصار من اسمهم؟ الابن الاول والابن الاخير. ابن اول يعني في اب، هات الابن الاول ليه وهات الابن الاخير ليه. طيب حلو قوي، هنيجي نعمل مثال هنا ديف، واعمل مثلا فيه اربع باراجرافات، اقول هنا مثلا فيرست تشايلد او خمس باراجرافات، هكرر اهو واخلي ده اللاست تشايلد واشيل من كل دول الفيرست
وهنا اهو كده وكده، واشيل من دول. تمام جدا جدا. هاجي هنا بس كده واسيف واعمل ريفرش. حلو قوي. انا عايز اقول بقى هات لي اول باراجراف، هات لي اول باراجراف، هات لي الفيرست تشايلد، اول ابن للديف ويكون باراجراف. هكتب كده ازاي؟ هتقول ديف البي، هات لي البي الاول الفيرست تشايلد يعني الابن الاول، واجي نتاكد اقول له الكلر الاف 00 واعمل ريفرش، فعلا هيتلون اللي هو فيرست تشايلد. يبقى انا بقول له هات لي الباراجراف اللي موجود للديف بس يكون اول ابن، لازم يكون اول ابن. يعني في حاله ان هو مش اول ابن لازم يكون اول ابن فيرست تشايلد. يعني ايه لازم يكون اول ابن؟ يعني انا لو كتبت هنا سبان سبان وقفلت كده كتبت سبان، مين الاول ابن يعتبر للديف في الوقت الحالي؟ يعتبر السبان مش الباراجراف ده، فساعتها مش هيشتغل. اهو ريفريش فعلا مش هيشتغل. ليه؟ لان السبان ده هو اول ابن، ده الفيرست تشايلد للديف، لكن الباراجراف دلوقتي مش اول ابن، ده الثاني، يعتبر دلوقتي في الوقت الحالي الثاني، مش هو الابو، مش هو الاول، فساعتها مش هيشتغل. طيب حلو الكلام. لو جيت انا عملت بقى قلت له لاست تشايلد، فساعتها هيتنفذ على الاخير، بدل الاول كده هيتنفذ على الاخير، لان ده فعلا الابن الاخير. طب نفس الكلام لو جيت عملت سبان برضه مش هيتنفذ. ليه؟ لان ده ما يعتبرش الابن الاخير، السبان هو الابن الاخير اهو، اتشال منه اللون عشان السبان هو الابن الاخير للدف، ساعتها ما تنفذ. لازم يكون ابن اخير للاب بتاعه. يعني انت حتى كمان لو ما حددتش الدف هو نفس الكلام، يعني هو لازم يكون في اب للباراجراف ده، انت بتقول له او عامل ريفريش هيتنفذ برضه. يعني حتى كمان الدف مش موجود، هو اوتوماتيك لازم بيدور على ابن الباراجراف الابن الاخير لاي اب موجود بقى. يعني انت مثلا لو انا عندي سيكشن وحاطط فيه اتنين باراجراف اهو، عامل باراجراف فيرست ده يعتبر الفيرست تشايلد، وعامل كمان واحد هسميه اللاست تشايلد، واسيف واعمل ريفرش، اتنفذ هنا واتنفذ هنا اهو، مع اني انا ما حددتش اب. ليه؟ ليه؟ هو بقى بيدور، هو بيدور اي باراجراف يعتبر ابن يروح يدور. انا محدد ايه؟ لاست تشايلد، يعني اي ابن اخير يكون باراجراف لاي اب بقى. انا عندي كام اب؟ انا عندي الديف وعندي السكشن، هات لي بقى الابناء لي، لو في ابناء لي باراجرافات هات لي الابن الاخير من كل واحد، فهينفذ فعلا، هيجيب لي هنا الابن الاخير ويجيب لي هنا الابن الاخير. لكن لو انا حددت بقى ساعتها قلت بقى الديف، ساعتها بس هيجيب الديف في الوقت الحالي عشان محدد بقى الديف، فنفذ فعلا على الديف بس ما نفذش على السكشن، لان انا حددت بقى قلت له هات لي الابن الاخير للديف ويكون باراجراف. يبقى ده باختصار الفيرست تشايلد واللاست تشايلد، لازم يكونوا الاول والاخير. يعني في حاله ان هو انت لو فصلت بينهم، يعني فصلت من الاول كده زي ما عملنا الاسبان، ساعتها مش هيشتغل. ليه؟ عشان لازم يكون الاول، عشان كاتب فيرست تشايلد الابن الاول، لاست تشايلد الابن الاخير لاي اب موجود عندي. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. ان شاء الله نكمل برضو السلكتور تبعا للفيديو اللي فات اللي هو حاجات تبع للشايلد وكده. اتنين مهمين جدا جدا جدا، حاجه اسمها الفيرست اوف تايب، وحاجه على النقيض طبعا حاجه اسمها اللاست اوف تايب. يعني لو كتبنا اللي فوق حاجه اسمها الفيديوين اللي فات، الفيديو اللي فات قصدي فيرست تشايلد، وحاجه اسمها لاست تشايلد، هما نفس الكلام بس في فرق بينهم كبير جدا جدا جدا، هشرحهم بالتفصيل في الفيديو ده باذن الله. طيب انا عامل في الاتش تي ام ال مجرد ديف اهو، جواه خمس باراجرافات، اسيف واعمل ريفرش، هنا موجودين اهو فيرست سكند ثيرد فورس لاست للاب بتاعهم اسمه ديف. جميل. لو انا جيت قلت بي فيرست تشايلد اللي هو الفيرست الفيديو اللي فات فيرست تشايلد، وقلت الكلر بتاعه لون الاف 000، فهيتلون اللي هو باللون الاحمر، لان ده فعلا الابن الاول لاي اب عندي، هو موجود الديف في الوقت الحالي هو الاب الديف، فساعتها هيشتغل تمام. طيب لو جيت عملت هنا زي ما قلنا اسبان، وقلت هنا ذا اسبان وسيفت وعملت ريفرش، ساعتها مش هيشتغل. ليه مش هيشتغل؟ لان ساعتها الفيرست تشايلد دلوقتي في الوقت الحالي هو الاسبان مش الباراجراف. جميل. لو انا جيت غيرت بقى الفيرست تشايلد دي خليتها الفيرست اوف تايب وهسيف واعمل ريفرش، ايه ده اتلون ازاي بقى؟ ايه الفرق؟ باختصار شديد جدا الفيرست اوف تايب معناها الاول من نوعه، يعني هات لي الباراجراف الاول من نوع، هات لي الباراجراف الاول من نوع، ان شاء الله يكون قبليه اي حاجه. الفيرست اوف تايب معناه هات لي الباراجراف هو يكون ابنه بس الاول من نوعه،
يكون ابن بس الاول من نوع، يعني اول ابن باراجراف من نوع. انا عندي كام باراجراف هنا؟ عندي كام؟ عندي اربعه او خمسه، هم خمسه بالظبط. ماليش دعوه هل قبل الباراجراف الاول ده قبليه سبان، قبليه اتش 2، قبليه اي حاجه، هو يعتبر الاول برضو من نوع، لان حددت قلت له فيرست اوف تايب، الاول من نوع، الباراجراف الاول من نوع. يعني عندي خمس انواع باراجرافات، هات لي اول واحد. ده باختصار خمس انواع باراجرافات، هات لي اول واحد، فساعتها اشتغل فعلا. لكن لو قلت له فيرست تشايلد، لا معناه اول ابن، ما حددتش النوع، لا اول ابن باراجراف. يعني لو في باراجراف اول ابن هاته، ما فيش اول ابن باراجراف يبقى ما يشتغلش. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب لو جيت قلت بقى العكس، لاست تشايلد، لاست تشايلد، لاست تشايلد طبعا هيتنفذ على اللاست تشايلد ده، لان الباراجراف فعلا هو الابن الاخير، لاست تشايلد. طيب حلو، لو انا عملت نفس الكلام، قلت هنا اسبان برضو في الاخر وسيفته وعملت ريفريش، هل في الوقت الحالي الباراجراف هو الابن الاخير؟ لا، مين الابن الاخير؟ الاسبان، فساعتها مش هيشتغل. على النقيض تماما نفس الكلام، لاست اوف تايم، اخدها كوبي اهو واسيف واعمل ريفريش، فعلا اتنفذ. ليه؟ لاني بقول له هات لي الباراجراف الاخير من نوع. انا عندي كام نوع باراجراف وعندي كام نوع اسبان؟ عندي اتنين نوع اسبان، ده يعتبر الفيرست اوف تايب وده يعتبر اللاست اوف تايب. طب انا بقول له هات لي الباراجراف الاخير من نوع، عندي خمس انواع باراجرافات، هات لي الاخير منه. ده باختصار معناه لاست اوف تايب. لكن لاست تشايلد ساعتها الباراجراف مش لاست تشايلد، ده الاسبان هو اللاست تشايلد. يعني لو جيت قلت كتبت هنا مثلا هعمل اسبان كده كمان واحد اربعه هم، وجيت قلت الباراجراف، عملت ريفريش، هو صغر الشاشه، ممكن نعملهم تحت بعض افضل، بي ار اهو 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 اهو، سيف واعمل ريفريش كلهم تحت بعض اهو. هاجي اقول له الاسبان الفيرست اوف تايب، اسبان اللاست اوف تايب، انهي لاست اوف تايب؟ ساعتها هيكون هو ده، لان عندي خمسه اسبان اخر واحد فيهم هو ده، اعمل ريفريش فعلا يتلون هو ده. طب لو قلت له فيرست اوف تايب وعملت ريفريش، ساعتها هيجيب هو ده. باختصار شديد جدا الفرق بينهم، الفيرست اوف تايب بيشوف بس الحاجه اللي انت هتحددها. يعني ايه؟ يعني انا هنا الاسبان فيرست اوف تايب هيروح يشوف اكنه بالظبط مش شايف ولا باراجراف، الفيرست اوف تايب اكنه مش شايف ولا باراجراف، هما بس اللي قدامه اللي شايفهم الاسبان. عندي كام اسبان؟ خمسه، خمس اسبانات. خلاص هات لي الفيرست اوف واحد، هات لي الاول، اول واحد، الاول من نوع اللي هو يعني من نوع الاسبان. طيب حلو، لكن لو فيرست تشايلد بيشوف كل العناصر اللي عندي من اسبان وباراجراف. لو انت قلت الاسبان ساعتها هيجيب ده اللي هو الاسبان الفيرست تشايلد، اه فعلا ده الاول ابن فعلا، لكن ساعتها الباراجراف مش اول ابن. لو قلت الاسبان لاست تشايلد، هل في اسبان؟ هل في ابن اخير اسمه اسبان؟ اه هو فعلا في ابن اخير اسمه اسبان، فساعتها هيتشجل، هيتنفذ عليه اللاست تشايلد. نفس الكلام لو قلت اللاست اوف تايب، هات لي الاسبان اللاست اوف تايب اهو، هو هيلاقي فعلا عندي خمسه اسبانات، هيشوف بس الاسبان ويجيب الاخير فيهم، ففعلا هيشتغل اهو. طيب حلو، هاجي اقول الباراجراف، يبقى كده ساعتها هيشوف بس الباراجرافات، يعني هو اكنه راح ال HTML ولا اكني موجود اي اسبان بالنسبه لللاست اوف تايب او الفيرست اوف تايب، بيشوفوا بس الحاجه اللي انت محددها. انت محدد باراجرافات، يبقى هو اكنه شايف الخمس باراجرافات دول. ان شاء الله لو بعديه 100 اسبان، 100 صوره، 100 اي حاجه، هو شايف بس الباراجرافات، هات لي اخر واحد منهم. خلاص بقى يجيب لي اللاست اهو، ريفرش، فنفذ لي فعلا على اللاست. نفس الكلام قلت فيكس، يبقى ده الفرق باختصار بين اللاست، بين الفيرست تشايلد والفيرست اوف تايب، واللاست تشايلد واللاست اوف. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. هنكمل ان شاء الله السلكتور، مهمين جدا اللي هم تبع برضو الفيرست تشايلد والحاجات دي. هنتكلم عن اثنين، حاجه اسمها الاونلي تشايلد، واللي تبع على طول اونلي اوف تايب، اونلي اوف تايب. طيب حلو جدا جدا، نشرحهم بالتفصيل بعد ما نعمل مثال هنا كده. هعمل ديف جواه وليكن باراجراف، واكتب ذا بي، وهعمل اسبان، هعمل اسبان واكتب هنا ذا اسبان، وبعد كده هعمل مثلا اتش 2، وجوه الاتش 2 باراجراف تاني هكتب ذا بي، ذا بي، واسيف واعمل ريفرش. تمام جدا جدا. هاجي اقول بقى اول حاجه خالص الاونلي تشايلد، نفهم معناه. هاجي اقول الاونلي يعني مثلا الباراجراف
احدد الباراجراف اللي اونلي تشايلد اللي هو ابن وحيد، يعني ما يكونش يعني اونلي تشايلد ابن وحيد، ما يكونش اي مع اي ابن تاني، اونلي تشايلد. وهعمل كلر واقول له الاف 50 واعمل ريفرش. مين اللي تلون؟ اللي تلون ده ليه يا عم الحاج؟ طب ما ده برضو الباراجراف ده يعتبر ابن وحيد. لا يا عم الحاج، ده ليه ابناء كمان، يعني الديف ده ليه باراجراف ايه الابناء، ومين الباراجراف اللي سبان الاتش 2 مش هو ابن وحيد، لا فساعتها مش هيتنفذ عليه. مين الباراجراف اللي في الليله دي كلها ابن وحيد اللي هو ده فعلا؟ مش الاتش 2 يعتبر الاب بتاع الباراجراف ده؟ هل في اخوات تانية الباراجراف ده؟ لا ما فيش اخوات، يبقى ساعتها هيتنفذ عليه، ده يعتبر الاونلي تشايلد، ده الابن الوحيد، فساعتها فعلا هيتنفذ عليه. طيب حلو، لو جيت قلت بقى الاونلي اوف تايب هيتنفذ على مين؟ هسيف واعمل ريفرش، تنفذ على ده وتنفذ على ده. ليه يا عم الحاج؟ عشان انت ساعتها الاونلي اوف تايب الابن الوحيد من نوع. يعني ايه مثلا؟ يعني باختصار الديف ده ليه ابناء مين؟ ليه باراجراف وليه سبان وليه اتش 2. حلو حلو، هل الباراجراف ده متكرر؟ يعني في للديف ده ابناء تانيين باراجراف، ابناء تانيين وعنده تلات ابناء بس، البي ده ابن الاتش 2. طيب حلو، هل البي ده متكرر؟ لا، يبقى هو ده فعلا وحيد من نوعه للديف ده، يبقى ده معناه الوحيد من نوعه، وكمان نفس الباراجراف ده هو الوحيد من نوعه، يعني انت لو كررت سبان هنا تاني ساعتها عادي يعتبر هو الوحيد من نوعه، لكن مش هو اونلي تشايلد. يبقى فعلا هينفذ على ده وهينفذ على ده، هسيف واعمل ريفرش. تمام جدا، اتنفذ على ده وتنفذ على ده، يبقى الاونلي اوف تايب الوحيد من نوعه، يعني انت لو عملت باراجراف تاني هنا كده وعملت ريفرش ساعتها مش هيتنفذ لانه بقيش واحد من نوعه. يعني الباراجراف الديف ده جواه اتنين باراجراف، جواه نوعين من الباراجراف، فساعتها ما ينفعش يكون ده مش نوع واحد. يعني اونلي اوف تايب اعتبره مثلا نوع وحيد للاب، لكن ساعتها لا متكرر، يعني في باراجراف وباراجراف، يبقى ده مش نوع واحد، ده اتكرر كذا مره. تمام جدا، باختصار الاونلي تشايلد يعني الابن الوحيد، ما يكونش ليه ابناء تاني غير ابن واحد بس. الديف ده سواء ديف سواء سكشن اي حاجه اي اب، يعني يكون ليه ابن وحيد من نوع باراجراف، عشان محدد هنا باراجراف. طيب الاونلي اوف تايب معناها وحيد من نوعه، يعني لو يكون في باراجراف اه بس يكون وحيد، معاه ان شاء الله اخوات تانيين، معاه ان شاء الله اخوات تانيين زبان اتش 2 ان شاء الله ايه مش اي حاجه، بس يكون هو الباراجراف الوحيد. مسموح ان يكون ليه اخوات كتير، لكن اونلي تشايلد هو اخ واحد بس، ما ينفعش يكون ليه اخوات تانيين. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد والي واصحابه اجمعين. نكمل ان شاء الله، هنشرح حاجه اسمها ال NTH child وال NTH of type. ال NTH of type بالتفصيل الممل باذن الله. طيب ال NTH يعني النمبر، انت هتحدد بقى نمبر، يعني احنا بنكتب هنا كده نمبر وهنشوفهم دلوقتي بالتفصيل الممل. نستخدمه لما انت عايز مثلا تحدد كم واحد كم ابن مع بعض، بدل ما تدي كل واحد كلاس نفس الكلاس وتحددهم، لا انت باستخدام السلكتورات دي بتبقى تحددهم باكثر سهوله بالتفصيل الممل كمان. طيب يعني هعمل هنا ديف واعمل باراجراف، هعمل مثلا اكتب هنا مثلا زابي واكرره، هكتب هنا واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثه، اربعه، خمسه، ستة كفاية، واشيل ده كمان واسيف واعمل ريفرش. ادي من واحد لحد ستة. حلو، الباراجرافات دي يعتبر ايه؟ ابناء للديف. جميل، والتشايلد معناه ال NTH تشايلد لازم يكون ابناء. حلو قوي، يعني ايه بقول الكلام ده ليه؟ عشان نفهم دلوقتي اللي انا هكتبه دلوقتي. هقول البي ال NTH تشايلد ان، يعني ايه ان؟ يعني الحروف كلها، قصدي الارقام كلها، الان دي بنعوض عنها بصفر 1 2 3 4 5 6، يعني كل الباراجرافات اللي عندي. هعمل مثلا الكلر بتاعها اف 50 اللون البرتقالي ريفرش، فعلا كله بقى لون البرتقال. طيب حلو، لو كتبت واحد يعني هات لي الابن الاول، ان تي اتش تشايلد يعني اكنه فيرست تشايلد، ده انا كنت خدناها قبل كده اللي هي فيرست تشايلد، نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا ده، ريفرش هيجيب لي الفيرست تشايلد. طب عايز اجيب الثاني اقول له اثنين، عايز اجيب الثالث اقول له ثلاثه، عايز اجيب الرابع اقول له اربعه وهكذا، عايز اجيب الاخير اللي هو سته، او تشيل ان تي اتش تشايلد واكتب لاست تشايلد. يعني كده بدات تقدر تحدد كل الابناء بقى، بدل فيرست ولاست بس، لا تقدر تحدد كل الابناء اللي عندك، الخامس السادس السابع، عن طريق الحركه دي. طيب انا عايز اقول له عايز احدد الحاجات الزوجيه، يعني انا عندي عايز احدد رقم 2 و4 و6، خلاص قول له ايفن
كلمه ايفن وسيف واعمل ريفرش هيحدد لي فعلا ايه العناصر الزوجيه اللي هو 2 و4 و6 عكس الايفن اود فيحدد لي 1 و3 و5. عايز تكتبهم بالان خلاص 2 ان معناها الارقام الزوجيه يعني ايه هيقعد يعوض بقى الان بصفر يبقى اول حاجه صفر بعد كده مفيش اصلا عنصر اسمه صفر بعد كده 2 في 1 ب 2 فيجيب لي ال 2 2 في 2 ب 4 فيجيب لي 4 2 في 3 ب 6 فيجيب لي 6 يضرب ثاني مفيش خلاص شكرا هيجيب لي ال 2 وال 4 وال 6 ال 2 ان دي ايكوال للايفن طيب ال 3 ان ايكوال لايه يعوض بقى ال ان ب 0 تمام ال ان ب 0 بقت 3 في 0 ب 0 خلاص مفيش 0 3 في 1 ب 3 فيجيب لي ده 3 في 2 ب 6 فيجيب لي اللي هو السادس 3 في 3 ب 9 مفيش اصلا عنصر ثاني خلاص طب انا عايز اجيب الاود بقى بس باستخدام ال ان فاقول له ال 2 ان زائد 1 تعمل عمليات حسابيه زي ما انت عايز 2 ان زائد 1 واعمل ريفرش جاب لي فعلا الاود اهو 1 و3 و5 نتاكد عوض شيل ال ان ب 0 بقت 2 في 0 بصفر زائد واحد بواحد فجاب لي اول عنصر يعني اكن قلت ان تي اتش ان تي اتش تشايلد اوف واحد ثم بعد كده عوض بالان ب 2 2 في 2 ب 4 زائد 1 5 فيجيب لي اول حاجه قصدي الان بواحد 2 في 1 ب 2 زائد 1 ب 3 اهو ثم بعد كده الان ب 2 2 في 2 ب 4 زائد 1 5 فجاب لي الزائد البي ال 5 حلو جدا 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 لاحظ الان تي اتش تشايلد طيب لو انا غيرت بقى كتبت هنا وليكن زبان ذا زبان وعملت ريفرش ايه اللي حصل دي معناها قلنا الاود يعني الايه يعني ايه اود يعني الفردي 1 3 5 7 وهكذا جيت هنا عملت ريفرش لقيته عامل ال2 وال4 وال6 ايه ده ازاي ده لاحظ ان هو اعتبر كمان ده ابن انا قايل ان تي اتش تشايلد ما حددتش في طيب حددتش النوع لا انا بقول ال باراجرافات الابناء لاي اب للديف فساعتها اعتبر ده برضو ابن ليه للديف فساعتها يبدا يعد من اثنين بقى يعني ده رقم واحد ده اثنين ده ثلاثه ده اربعه ده خمسه ده سته ده سبعه فهو فعلا عمل لي دول يعتبر برضو الاود بس عمل حساب للاسباب عمل حساب للاسباب فهو هيلون لي الباراجرافات برضو هيعد بقى هيشوف هيدور 2 في 0 ب 2 2 في 0 ب 0 زائد 1 1 هل في باراجراف الاول من نوعه هل في باراجراف ان تي اتش تشايلد بتاعه 1 يعني هل في فيرست تشايلد اسمه باراجراف لا فساعتها الواحد ده مش هيتنفذ اللي هو كان ده خلاص شكرا يروح تاني يشوف 2 في 1 بكام ب 2 زائد 1 ب 3 يروح يدور على الابن الثالث ادي الاول الثاني الثالث يعتبر هو ده الثالث الابن الثالث الباراجراف الثالث فساعتها لون فعلا الباراجراف الثالث اللي هو احنا عندنا البي 2 نفس الكلام البي 4 لو انت عملت 2 في 2 هيبقى 2 في 2 ب 4 وزائد 1 5 يروح يشوف التشايلد البي الخامس ده الاول ده الثاني ده الثالث ده الرابع ده الخامس فلون فعلا 4 وهكذا يعني بيعمل حساب للسبان اي ديف عندك يعني اي عنصر عندك بيعمل حساب ده الـ NTH child زي اتعلمناها في الـ first child. طيب حلو. على العكس تماما للـ NTH of type. الـ NTH of type زي ما قلنا ما بيشوفش غير اللي انا محدده بالظبط. يعني انا محدد الـ B فساعتها هيشوف نفس الكلام بكتبه هنا، ساعتها هيشوف الـ B بس. يعني انا قلت N وشلت ساعتها دلوقتي الـ span هينفذ زي بالظبط الـ child. هنعمل كله الان دي يعني 1 2 كل العناصر اللي عندي ال 2 ان يعني الاود يعني قصدي الزوجي زي بالظبط تقول ايفن نفس الكلام بالظبط زي تقول اود اللي هي 2 ان زائد 1 نفس الكلام بالظبط زائد بقى الميزه ان انت لو كتبت هنا زبان زي زبان وكتبت تاني زبان في اي حته هو مش شايف غير بس الباراجراف هو مش شايف غير الباراجرافات حتى كمان متلونه 1 و3 و5 بدليل ان انا قايل لو 2 ان زائد 1 او الاود يعمل لي الباراجرافات الاود هو مش شايف ولا زبان على عكس الان تي اتش اوف شايل بيعمل اهتمام لكل الابناء اللي عنده. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين، هنكمل ان شاء الله على الفيديو ده بس هنشرح حاجه شبيهه بيهم حاجه اسمها الان تي اتش لاست تشايلد و برضو الـ NTH اللي هو number برضو of NTH last of time
نفس كله يعني، تحس انهم كلهم شبه بعض بس بنشعل الفروقات بفضل الله. طيب باختصار ال NTH child بيبدا عد من فوق، يعني من فوق كده، يعني انا لو جيت نفس الصفحه بتاعتي ما غيرش اي حاجه على الفيديو اللي فات كل حاجه، بيبدا العد من فوق، يبدا من فوق كده. اما ال NTH اللاست بيبدا من تحت، يعني واحد بيبدا من فوق والتاني بيبدا من تحت، اعتبر دي اكن NTH first child بيبدا العد من فوق. جميل، نيجي بقى نتاكد من الكلام ده. اول حاجه هشيل الاسبانات اللي كانت هنا واسيب كله باراجرافات، وهاجي هنا اقول الباراجراف ال NTH last child واقول له مثلا الثاني عشان نتاكد هل بيبدا عد من تحت ولا لا، واقول له الكلر بتاعه اف 50. فين الثاني؟ يعني لو شلت اللون دلوقتي عشان كله يرجع لاصله، واللون مين الثاني من تحت اللي هو الخامس ده، هعمل ريفرش فعلا هيتلون، بيبدا العد من تحت. ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، ده اربعه، ده خمسه، ده سته، بيبدا العد من تحت فعلا لون الثاني. طب عايز الون الاود، نفس الكلام هيبدا من تحت الاود اهو، اللي هو واحد يعتبر الاول، واحد ثلاثه خمسه. عايز الون الايفن، هو بالظبط عكس الثاني، يبدا من تحت الايفن اللي هو يعتبر اثنين اهو، بيبدا من عد ادي واحد، هو يلون اثنين واربعه وسته، ببدا عد من تحت. تمام جدا جدا، ده اللاست تشايلد. اللاست اوف تايب بقى نفس الكلام، والفرق بينهم قلناه نقوله برده ثاني. لو انا جيت عملت هنا زبان، هو بيبدا عد من تحت زبان اهو، زبان اكتب هنا زبان، وعملت ريفرش بيبدا عد من تحت. انا كاتب هنا ايه؟ الايفن، يعني اكن كاتب 2 ان، يبدا يعد بقى 2 في 0 ب 0، فيعتبر ما يلونش اي حاجه الصفر ده، 2 في 1 ب 2، يشوف مين الاثنين الابن الثاني بس من تحت اللي هو ده، ده الابن الثاني، هو بيراعي طبعا وجود اي عنصر ثاني، ده قلنا ال NTH child، سواء ال NTH child او last child بيراعي اي وجود ابن. يعتبر الباراجراف ده اللي انا معلم عليه ده، ده الابن الثاني من تحت، ففعلا اللي هو اللي لونه 2 ان. طيب كمل اللي بعد الواحد، 2 2 في 2 ب 4، الابن الرابع فين؟ ادي الاول، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، بيراعي الابناء. تمام جدا جدا، على عكس الايه؟ ال NTH last child، لو انا كتبت كده اللاست NTH last of type ساعتها بس بيشوف الباراجرافات، اي حاجه اوف تايب بتشوف الحاجه اللي انت محددها فقط وتهمل تماما اي حاجه ثانيه، لكن اللاست اي حاجه فيها NTH child بتراعي تماما اي ابناء. هسيف واعمل ريفرش ساعتها فعلا هيلون لي الزوجي بس من تحت، لاحظ من تحت اهو، ده يعتبر واحد، ده اثنين فلون لي فعلا، ده يعتبر ثلاثه، ده اربعه لونوني فعلا عشان ده زوجي، ده خمسه، ده سته فلونوني فعلا عشان زوجي. يبقى الاثنين ان بيلون اكن بالظبط قايل ايفي. طيب حلو، لو قلت اود اللي هي 2 ان زائد 1 او ال او تقول له 2 او تقول له كلمه اود. طيب انا عايز لاست اوف تايب رقم 3، يعني هيجيبني الباراجراف الاخير من تحت رقم كام؟ رقم 3، يبدا عد من تحت، ادي 1 2 3 فيلون لي ده فعلا اهو، الباراجراف ده هو اللي اتلون، لان انا جاب بعد من تحت، قلت له مثلا عايز السادس، المفروض السادس ده لا، هو بيعد من تحت، ادي 1 2 3 4 5 6 فيلون لي اول واحد خالص، لانه بيبدا عد من تحت، ده عكس اللي هو ال NTH اوف تايم، لو شلت كده فهيلون لي فعلا الاخير لانه بدا عد من فوق. نفس الكلام بالنسبه للشرط. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد واله واصحابه اجمعين. كده بفضل الله بفضل الله خلصنا رقم 3. هنيجي نخش في رقم 4، هما حاجات بسيطه جدا، حاجه اسمها السودو كود السودو اليمنت قصدي، حاجه اسمها الفيرست لاين، وحاجه اسمها الفيرست ليتر، وحاجه اسمها عارفينها كلها الافتر، وكمان البيفور، واخر حاجه خالص حاجه اسمها السليكشن. تكتب كده سليكشن، هنشرحهم ان شاء الله بالتفصيل ممل. اول حاجه هناخد الفيرست لاين والفيرست ليتر. طيب دول معناهم ايه باختصار؟ لو انا عندي باراجراف كبير كده، هعمل هنا باراجراف واكتب this is b واكررها كتير اهو، تمام، بحيث انه يكون عندي سطرين على الاقل، ريفرش، تمام جدا جدا. هاجي اقول له الباراجراف ده الفيرست ليتر، اول حرف منه
اول حرف من الباراجراف ده، اول حرف يعمل لي فيه، يعمل لي مثلا الكالر بتاعه اللون الاف 50 ويعمل لي الفونت سايز بتاعه مثلا 30 بكسل، واعمل ريفرش اول حرف. بتلاحظ كده مثلا الباراجرافات يكون اول حرف كبير كده والكلام بعديه نفس الخط، دي بتتعمل بالطريقه دي اللي هي الفيرست لاين، الفيرست ليتر قصدي، اول حرف من الباراجراف يلونه لي. فانا فعلا اخترت اول حرف. طيب حلو، لو جيت قلت له فيرست لاين معناها اول سطر، ريفرش اول سطر، هيطبق لي الشغل ده على اول سطر. ففعلا اتطبق على اول سطر، يبقى الفيرست ليتر والفيرست لاين بتطبق الفيرست لاين على اول سطر، الفيرست ليتر اول حرف من الحاجه اللي انت محددها. تمام جدا جدا. طيب الافتر والبيفور نفس الكلام، عارفينهم، مراجعه سريعه عليهم. هكتب بس يا دوب بس ذيس از باراجراف، هكتب بس حرف، هكتب كلمة باراجراف. افتر وبيفور شرحناهم في السي اس اس، كورس سي اس اس، هنرجع عليهم بسرعة. بتكتب يعني افتر بعديها وبيفور قبليها. بكتب ازاي؟ هقول له الباراجراف، هعمل هكتب كلمة بعديها، لازم يكون مع الافتر وبيفور الحاجة اللي اسمها كونتنت. هتكتب ايه اعمل حاجة؟ هكتب كلمة مثلا افتر، كده معناها هيضيف بعد الباراجراف، يعني عندي الباراجراف اهو، هيضيف بعديه كلمه بعديه هنا. هي كلمه ايه؟ كلمه افتر. هسيف واعمل ريفرش، هو فعلا كتب لي كلمه باراجراف افتر. ملاحظ ان انا عامل سيلكت عليها، ما بتعملش سيلكت لان ده حاجه اسمها عنصر وهمي، عنصر وهمي. تمام جدا. حتى لو جيت عملت انسبكت اليمنت مش هتلاقيه كمان في الانسبكت، بدليل اهو هيحمل اهو، شفت الباراجراف موجود جواه بس كلمه ايه؟ كلمه باراجراف بس. لكن لو جيت على الافتر اهو، دي مكتوبه بقى اللي هي الافتر دي، عنصر وهمي مش باين، ما تقدرش تعمل عليه سيلكت. طيب حلو، نفس الكلام لو قلت افتر قصدي بيفور، تحط عنصر قبليه، هكتب هنا بيفور نفس الكلام بالظبط ريفرش، فكتب لي قبليه، سواء قبليه او بعديه تحكم بالافتر وبيفور. تقدر بقى تكتب العناصر كلها، يعني لو قلت مثلا الكلر اف 50 فهيطبق على ايه؟ هيطبق على البيفور لاني محدد، قايل له البي بيفور الكلر بتاعه اف 50 فهيطبق على البيفور. يعمل له عام بوردر نفس الكلام عادي جدا، هقول له بوردر كل الخصائص هتطبق على البي 4 لان محدد سوليد اللون الاسود، هسيف واعمل ريفرش، عمل لي فعلا بوردر على البي 4. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد النوالي واصحابه اجمعين. هنكمل ان شاء الله دي السليكشن، قلنا يعني نشرح حاجه اسمها السليكشن. طيب دي باختصار معناها ايه؟ اللي هي السليكت، اللي انت تعمل سليكت كده، انا اسف دي كده مثلا، اللي هي حته السليكت دي اتحكم فيها، اتحكم فيها ازاي؟ غير لونها وهكذا. طيب ازاي بقى؟ باختصار هتيجي نعمل هنا باراجراف، وليكن هكتب هنا باراجراف واكتب فيه this is b، واسيف واعمل ريفرش الاقي الباراجراف هنا. عايز اتحكم في السيلكت دي، بدل ما يكون اللون ازرق مثلا اللون اخضر مثلا، اعملها ازاي؟ عن طريق السيلكشن، تقول b وتعمل علامتين كده وتكتب كلمه سيلكشن، وتيجي تقول بقى مثلا الباك جراوند لون بقى اللون الاخضر، اسيف واعمل ريفرش، هاجي اعمل سيلكت اهو بقى اللون الاخضر. طب وانا بعمل اخضر اخلي الكلر بقى كلر الكلام لون ابيض اهو، اسيف واعمل ريفرش، اعمل اهو الكلر ابيض والايه والهايلايت بتاعي بقى باللون الاخضر لاني حددت بقى غيرت فيه، حددت قلت له الباك جراوند بقى باللون الاخضر والكلام هيبقى باللون الايه الابيض. السليكشن بتاع حاجات صغيره بس، يا دوبك الباك جراوند وتعمل الكلر. تمام جدا جدا. يبقى السليكشن باختصار بتقدر تتحكم في السليكت دي، سواء بقى تغير الباك جراوند سواء تغير الكلر اللي انت عايزه. تمام جدا جدا. بكده يكون بفضل الله خلصنا كل السليكتور اللي في السي اس اس او في السي اس اس 3.